مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقائنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال الأهلي الليلة. النهاردة عندنا في هذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة عدد من الحوارات المختلفة، وحنبدأ كالمعتاد بفقرة الأخبار ومتابعتنا لأخبار الوسط الكروي والرياضي في مصر بشكل عام، وعلى وجه التحديد النشاط الكروي واستمرار النشاط الكروي على مستوى الفريق الأول وقطاع الناشئين والفرق من الفئات العمرية المختلفة داخل النادي الأهلي. وبعد فقرة الأخبار هيكون عندنا أكثر من لقاء، هنبدأ هذه اللقاءات على شاشة قناة الأهلي مع ضيفنا في استوديو الأهلي الليلة الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عادل أمين. ومن هذا اللقاء هننتقل مع حضراتكم إلى لقاء آخر هيجريه زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وحيكون ضيفه في هذا اللقاء نجم الكرة المصرية منتخب مصر ونادي الأهلي سابقا الكابتن أسامة عرابي. خلينا ننتقل سريعا مع حضراتكم لفقرة الأخبار، وبفضل الله سبحانه وتعالى بيزداد توهج وتألق النادي الأهلي على كافة المستويات محليا ودوليا، على المستوى الدولي والأفريقي، المستوى القاري، وأيضا على مستوى المشاركة المجتمعية والدور المجتمعي اللي مؤمن به كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، اللي بيسعى مع فريق إدارة النادي أو أعضاء مجلس إدارة النادي مجتمعين في ومتفقين في وجهة النظر على ضرورة المشاركة بأكبر قدر ممكن بما يليق باسم وقيمة وجماهيرية ونجومية النادي الأهلي وعطائه على مدار سنوات طويلة في الإسهامات في كافة القضايا التنموية في المجتمع المصري، وأيضا كافة المشاركات الدولية اللي بتتاح للنادي الأهلي فرصة حقيقية للمشاركة فيها، بل بيدعى إليها في أغلب الأحيان نظرا لشعبيته وقيمته والاعتراف بمكانته محليا ودوليا وعالميا. خلونا نبدأ من المستوى الأفريقي ومشاركة الكابتن محمود الخطيب كممثل وحيد يمثل النادي الأهلي، وهو النادي الوحيد المصري اللي كان مشارك في اجتماعات الاتحاد الأفريقي. شارك الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في اجتماع لجنة الأندية والمسابقات بالاتحاد الأفريقي، والتي عقدت اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد الأفريقي، وحضر هذا الاجتماع 15 من قيادات ومن رؤساء الأندية والاتحادات في القارة، وكان النادي الأهلي المصري هو الممثل الوحيد للكرة المصرية في هذا الاجتماع. وتناول جدول الأعمال العديد من الموضوعات الخاصة بكافة المسابقات الرياضية الكروية في القارة الأفريقية وكيفية النهوض بها وبشؤونها واقترابها أكثر من النموذج الاحترافي والأكثر تطورا المشابه للطراز الأوروبي في إدارة أمور كرة القدم بطابعها الاحترافي اللي بنتمنى الوصول إليه إن شاء الله أيضا في مسابقاتنا الكروية في مصر وعلى صعيد المستوى الأفريقي أو القاري. وتناول جدول الأعمال في هذا الاجتماع أيضا العديد من الموضوعات الخاصة بأيضا مكانة المسابقات وكافة المسابقات الكروية والنهوض بها وتطويرها في القارة الأفريقية وكيفية الاقتراب أكثر من هذا النمط الاحترافي الأوروبي. وكذلك أيضا تمت مناقشة المقترحات اللي النادي الأهلي بينادي بتطبيقها على مستوى الدوري المصري، رابطة المحترفين ولجنة أندية المحترفين وتوزيع عملية الإدارة والأرباح والعوائد وكل شيء، والاقتراب أكثر من النموذج الأوروبي في إدارة كرة القدم في المسابقات المحلية أو في الدوري المصري. طرح في هذا الاجتماع هذه الرؤية التي طرحها النادي الأهلي، وكان هو بيقود الأندية المصرية للإلمام المعرفي بها من سنوات طويلة، وكان النادي الأهلي بيقود الأندية وينسق مع قيادات الأندية المصرية على ما أتذكر بدأت هذه التجربة من عام 2008 و2009 عندما بدأ النادي الأهلي في هذا التوقيت الحديث عن هذا الأمر وكيفية الانتقال إلى النموذج الاحترافي في أمور كرة القدم في مصر. شركات كرة القدم وأن تكون هناك اشتراطات مطبقة في أيضا المجتمع المصري أو في الوسط الكروي المصري، كل ما هو متعرف عليه في عملية الخسائر والأرباح والحسابات المالية الدقيقة المتعرف عليها عالميا واللي أصبحت حاكمة لعالم الاحتراف في كرة القدم. تمت مناقشة هذا الأمر في الاجتماع، القواعد الخاصة بتراخيص الأندية المحترفة واللي كان النادي الأهلي طبعا وضع هذا التصور زي ما قلنا لحضراتكم منذ سنوات. على المستوى المحلي وأيضا بشراكة مع أكبر المؤسسات الدولية العاملة على القضايا التنموية في المجتمع المصري، منها طبعا مؤسسة اليونيسف من أكبر الهيئات التابعة للأمم المتحدة ولها نشاط كبير جدا على المستوى العالمي وعلى المستوى الأفريقي وعلى المستوى أيضا الخاص بالمجتمع المصري من الداخل. يعقد النادي الأهلي بالفعل مؤتمر صحفي في 11 صباح غد إن شاء الله الاثنين لتوقيع بروتوكول واتفاق تعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك بمقر النادي الأهلي في الجزيرة في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من المسؤولين في المجتمع المصري في القطاع الرياضي، وأيضا السيد برونو مايس ممثل اليونيسف في مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بمرور 30 عام على توقيع اتفاقية حقوق الطفل وحماية الأطفال من كافة الانتهاكات التي كان يتعرض لها الطفل قبل بدء تفعيل هذه الاتفاقيات على مستوى العالم.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول من جانب منظمة اليونيسف إيمانا منها بدور النادي الأهلي وقيمته وتأثيره في المجتمع المصري وحجم جماهيرية وشعبية هذا النادي العريق كأحد أكبر الأندية ليس على مستوى مصر فقط ولكن على المستوى القاري الأفريقي وعلى المستوى العربي وفي منطقة الشرق الأوسط. ومن أجل الدفاع عن حقوق الأطفال الأكثر احتياجا في جميع أنحاء مصر ووضع برامج تنموية لتفعيل طاقات وتفجير طاقات الأطفال بشكل إيجابي وبناء وأيضا إبعادهم عن كل السلبيات اللي بتضر بالطفل أو بتعوق مسيرته الطبيعية في حياته وأنه ياخد الأمور أو يستطيع أن يصل إلى المستويات اللي بيحقق منها كل الأهداف اللي بيتمناها منذ مراحل الطفولة ومنذ الصغر على كافة المستويات تعليميا وتثقيفيا وتنمويا واجتماعيا كل شيء. ويهدف النادي الأهلي من خلال هذه الاتفاقية إلى أيضا التضافر مع إلى تضافر وتحقيق تضافر الجهود لرفع الوعي العام حول هذه القضايا في المجتمع المصري ومدى تأثيرها وخطورتها على الأطفال. وبما في ذلك نماذج لهذه القضايا المستهدف دايما التعامل معها من خلال مثل هذا البروتوكول أو هذا الشكل من أشكال التعاون اللي هيتم توقيعه إن شاء الله صباح غد بين النادي الأهلي ومؤسسة أو هيئة اليونيسف. قضايا مثل الوعي بالصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة وتمكين الفتيات والحماية من كافة أشكال العنف والدعوة إلى إعمال حقوق الطفل والتوصل إلى حلول بشأن إتاحة الفرص العادلة للفتيات في المجتمعات وأيضا الأولاد لتحقيق إمكاناتهم وأهدافهم. ويأتي هذا طبعا زي ما قلنا لحضراتكم أكثر من مرة أكد الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء وقيادات النادي الأهلي أعضاء مجلس إدارة النادي على أهمية الوصول لأكبر مدى ممكن وحجم مشاركة مجتمعية على المستوى المصري وعلى المستوى العربي والأفريقي للنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره هذا الكيان العريق وإسهاماته اللي طبعا نتمنى دائما أبدا أن تزداد في كافة الاتجاهات ليس فقط على مستوى الرياضة وعلى مستوى كرة القدم. نشاط الفريق الأول كرة القدم في النادي الأهلي مستمر وبيجري على قدم وساق والاطمئنان على نجومنا وتجهيزهم بدنيا قبل اللقاءات الحاسمة إن شاء الله اللقاء القادم مساء الأربعاء المقبل أمام المقاولون العرب وختام الدوري الممتاز بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك إن شاء الله مساء يوم الأحد القادم. هذه المباريات اللي بيعتبرها الجهاز الفني بقيادة لاسارتي والجهاز المعاون وكل نجومنا أعضاء الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ونجوم الفريق الأول اللي بيؤكدوا على أن هذه المباريات إن شاء الله هي اللي بإذن الله هتحسم بطولة الدوري الممتاز ونتمناها إن شاء الله بطولة أهلاوية وتزداد دائما أبدا أرقام النادي الأهلي إن شاء الله على كافة المستويات محليا ودوليا ودائما بيجمع مشاهدو القناة وجماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر إن هذه البطولة اللي أطلق عليها هي البطولة المفضلة لأعضاء النادي الأهلي ولجماهيره هي البطولة الأقرب إلى قلوب الأهلاوية في كل مكان. إن شاء الله نستطيع أن نفوز بهذا اللقب لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم وتستمر عملية حصد الألقاب والأرقام القياسية للنادي الأهلي في كافة الاتجاهات. في هذا الإطار كان في اجتماع يعني للمدير الفني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول في النادي الأهلي مع الجهاز المعاون ومع اللاعبين في التتش قام بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين وتجهيزهم كمان نفسيا للقاءات القاتفادة ازاي بأفضل شكل ممكن والتأثيرات الإيجابية اللي بنتمنى أنها تنعكس على الأداء وعلى النتيجة في الملعب في اللقاءين القادمين إن شاء الله سواء مباراة المقاولون أو مباراة الزمالك. مارتن لاسارتي المدير الفني عقد هذه الجلسة التنسيقية مع الجهاز المعاون داخل ملعب التتش لمواصلة التحضير للمرحلة الحالية واللي خلالها الفريق لقاءات الحسم في الدوري الممتاز لقاء المقاولون العرب ولقاء الزمالك. وأدى الأهلي ميرانو مساء اليوم على ملعب التتش وكان حريص جدا مارتن لاسارتي على عقد جلسة مع اللاعبين للتأكيد على العديد من الجوانب والأمور الفنية اللي بتخص الفريق في المرحلة المقبلة. واحنا تابعنا مع حضراتكم طبعا مدى انعكاس معسكر إليكانتي على مدينه إليكانتي الاسبانيه المعسكر الاوروبي اللي خاضوا الفريق خلال الفتره اللي فاتت توقف الدوري ومسابقات او المباريات الخاصه بنهائيات كاس الامم الافريقيه في مصر عام 2019 كانت فرصه جيده لتجهيز اللاعبين واعاده طرح وجهه نظر الجهاز الفني والجوانب الخاصه بالتاكتكس وخطط الفريق اللي هيخوض بيها المباريات المقبله محليا ودوليا. وشفنا في اكثر من لقاء اجرى زملائنا اللي كانوا مصاحبين لبعثه الفريق في أسبانيا وشفنا ردود الأفعال على مستوى الجهاز الفني واللاعبين وارتياح كبير كان بيسود أجواء وكواليس هذا المعسكر لتأثيرات المعسكر الإيجابية اللي وصلت لأعلى درجات التركيز وتجهيز اللاعبين سواء بدنيا أو فنيا أو خططيا للمباريات المقبلة.
عدد من نجومنا بنطمئن عليهم كمان ان اصاباتهم الحمد لله طفيفه جدا ولن تمنع ان شاء الله المشاركه في المباريات المقبله. في مقدمتهم نجم الفريق رمضان صبحي مهاجم الفريق الاول في النادي الاهلي، اكتفى بجلسه في جام الاهلي في الجزيره، وكان بالفعل اللاعب كان عنده شكوى من العضله الضامه، ولكن الحمد لله بعد خضوعه للكشف والفحص الطبي تم التاكد من ان الاصابه بسيطه جدا وانها لن تمنعه ولن ان شاء الله تكون عقبه في طريق مشاركته في المباريات المقبله، ولكن بيتم طبعا حصوله على قدر من الراحة والاكتفاء بتدريبه في الجيم. دي طبعا القياسات الخاصة بالجهاز الطبي للفريق ومخطط الأحمال حتى نصل باللاعب إلى الجاهزية الطبية والبدنية قبل المباريات المقبلة. كانت الشكوى طبعا خلال مباراة البلاستيك، وكان اللاعب بعد هذه الشكوى طبعا فضلوا الجهاز الفني والجهاز الطبي خضوعه للكشف والفحص الطبي، واطمأنينا الحمد لله على حالة نجمنا رمضان صبحي وانه بإذن الله يكون من القوة الضاربة للفريق في المباراتين المتبقيتين من عمر الدوري الممتاز. كمان احمد الشيخ من اللاعبين اللي عنده في ارتياح كبير وقبول كبير لهم في اوساط الجماهير الاهلاويه وفي الشارع الاهلاوي، لانه من اللاعبين اللي عنده قدرات المراوغه، الدريبلينج، السرعات، الانطلاقات، وايضا القدره على التهديف، وشفنا ده في تجاربه السابقه زي تجربه اعارته لفريق مصر المقصه، وكان هداف في الدوري الممتاز وكان متالق بشكل كبير وكان بيقود فريقه في مباريات كثيره جدا، وكان هو عنصر الحسم فيها لصالح فريق مصر المقصه. ان شاء الله يكون على نفس مستوى التالق في الفترة الجاية ويصل مع الجهاز الفني ومع شغل الجهاز للتوب فورم، لان احنا على ثقة كمان بانه احمد الشيخ من اللاعبين اللي لو قدرنا نوصل بيهم لافضل مستوياتهم الفنية والخططية والذهنية ان شاء الله هيكون مؤثر جدا في الملعب. هو من العناصر الشابة اللي عندها مهارات كمان الكل بيجمع عليها، وان شاء الله يوصل، وطبعا عزيمة اللاعب وارادة اللاعب نفسه انه يصل لاعلى مستويات من ادائه في الملعب ومن تفجير طاقاته كلاعب متميز، ده ان شاء الله يكون له تأثير على انه يكون عامل مؤثر جدا في المباريات اللي جاية وعامل من عوامل الحسم في مباريات قادمة إن شاء الله. أحمد الشيخ كمان خضع لجلسة لتجهيزه بدنيا في الجيم، وكان ده طبعا وفقا أيضا مخطط الأحمال بعد شكوى اللاعب من بعض الألام في القدم، ولكن تم التأكيد إن شاء الله كمان أنها لن تمنعه من المشاركة في المباريات القادمة وفقا طبعا لرؤية الجهاز الفني. ولاسارتي حريص كمان على الاطمئنان على كل العناصر المؤثرة وأصحاب الخبرات في الفريق، مع تألق نجمنا حارس المرمى الرائع أحمد الشناوي أفضل الحراس في البطولة الأفريقية على الإطلاق بإجماع الآراء، واللي كان من أفضل العناصر الموجودة في منتخبنا الوطني حتى مع حالة المنتخب اللي ما كانتش مرضية فنيا للجماهير وللرأي العام أو الإعلام الرياضي، لكن كان في بعض العناصر في حالة رضا عنها ومنها بالتأكيد نجمنا محمد ناوي. في نفس الوقت ده انه المنافسه مع باقي والشباب في النادي الاهلي وفي مقدمتهم كمان شريف اكرامي نجم من نجوم الفريق وصاحب خبرات طويله في حراسه المرمى في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، تم التاكيد كمان على رؤيه الجهاز الفني وتجهيز الفريق واهتمامه نفسيا وذهنيا بشريف اكرامي لعودته بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبيه وعودته من المانيا بعد خضوعه لجراحه في الركبه، انه الجهاز الفني حريص على عودته لمستواه في اقرب وقت ممكن، وده لصالح الفريق والمنافسه الفنيه بين كوادر زي الشناوي إكرامي. هي في النهاية أوراق متاحة ومنافسة إيجابية جدا لصالح فريق بحجم تطلعات وطموحات النادي الأهلي، بالتأكيد بيحتاج لأكثر من لاعب متميز في كل مركز من المراكز، وطبعا من أكثر المراكز تأثيرا في عالم كرة القدم هي مركز حارس المرمى. ده كان السبب وراء هذا الاجتماع وجلسة خاصة بين لاسارتي المدير الفني وشريف إكرامي واحد من نجوم الفريق في حراسة المرمى للتأكد من عودته إن شاء الله قريبا جدا، وبعد الفحوصات الطبية اللي جات نتائجها إيجابية في ألمانيا إن اللاعب إن شاء الله يعود بقوة من خلال التدريبات والمباريات في الفترة المقبلة. وبيواصل حاليا شريف إكرامي برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية. كان فيه اهتمام ببعض الجوانب الفنية في تدريبات الفريق في هذه الأيام، هذا التدريب المسائي كان فيه تركيز على الرباط من مسافات وأماكن مختلفة في الملعب والكرات العرضية اللي ممكن تكون بتسبب فرص كتيرة للتهديف، وعندنا القدرات اللي نقدر نستغل ده لو أكثرنا من الكرات العرضية خلال المباريات، والفريق طبعا كان فيه تركيز كبير من الجهاز الفني على الاهتمام بهذه الأمور لأنها بتبقى عوامل حسم في المباريات الصعبة شوية أو اللي ما بتتاحش فيها فرص كثيرة للتهديف لما بيكون في تكتل دفاع، وده دايما بنشوفه من الفرق اللي بتواجه النادي الأهلي على كافة المستويات سواء في البطولات المحلية أو الدولية.
وتدريبات تأهيلية للثنائي أيضا محمود وحيد ومحمد محمود، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، خضعوا لتدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اللي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش. كانت في شكاوى بسيطة عند اللاعبين سواء محمود وحيد أو محمد محمود، ولكنها كانت أيضا إصابات بسيطة جدا أو ما تستدعيش القلق، ولن تمنع إن شاء الله استمرارهم في برنامجهم التأهيلي وتجهيزهم للفترة القادمة ودخولهم بقوة في التدريبات وفي المباريات المقبلة. كمان عندنا العمل مستمر في قطاع الناشئين وفقا لتصريحات الكابتن فتحي مبروك المسؤول عن قطاع الناشئين في النادي الأهلي، واللي اتكلم عن ترتيب بطولات الناشئين والمواعيد المحددة لها وفقا لجدول المسابقات اللي تم إعلانه، وكمان عملية الاختبارات اللي بتجري في أهلي مدينة نصر واللي دايما بيكون فيه اهتمام كبير جدا بيها من المقبلين عليها واللي راغبين ان اولادهم يشاركوا في هذه الاختبارات واللي بيبحثوا عن فرصة لدخول هذا الكيان العريق النادي الأهلي المصري من خلال مراحل الناشئين. خلونا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر من خلال هذه المداخلة الهاتفية مع زميلنا شريف شعبان مراسل قناة الأهلي، ويقول لنا تفاصيل أكتر عما يجري العمل عليه حاليا داخل النادي، سواء كنا بنتكلم عن التدريبات أو عن العمل في قطاع الناشئين. مساء الخير يا شريف. شكرا لك زميلي أستاذ محمد، طبعا تحياتي لك وتحياتي الكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايزين نعرف منك تفاصيل اكتر زميلنا العزيز شريف شعبان عن كواليس تدريبات الفريق الاخيره اللي بتسبق المباريات الفاصله والحاسمه في بطوله الدوري الممتاز بدءا من مباراه الاهلي والمقاولون العرب مساء الاربعاء المقبل ان شاء الله. يمكن الاول اقول لك برنامج النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي قرر من بعد وديه البلاستيك ان يوم السبت والاحد والاثنين هيكون التمرين الساعه 6 مساء، ويوم الثلاثاء هيكون التمرين الصباح، ومن بعده سفر اللاعبين الى برج العرب لدخول في معسكر مباراه المقاولون العرب والاستمرار في معسكر في برج العرب الى مباراه القمه يوم الاحد المقبل باذن الله. النهارده التمرين كان في 6 مساء، يمكن شارك فيه جميع اللاعبين، يمكن مستر لاسارتي وباقي الجهاز كالعاده بيعمل محاضره في وسط الملعب حوالي 5 دقائق اتكلم فيها النهارده مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ عن اهميه مباراه المقاولين العرب، اتكلم فيها عن البرنامج اللي هيحصل من اول يوم الثلاث، اتكلم فيها عن التركيز الكامل والشديد في مباراه المقاولون العرب وطلب اللاعبين بالفوز في مباراه المقاولون العرب وعدم التركيز نهائيا او عدم الحديث عن مباراه القمه، التركيز فقط في مباراه الاهلي والمقاولون العرب وانهاء اللقاء والفوز بالثلاث نقاط. بعد هذه الجلسه كان في احماء لكل اللاعبين، يمكن اشتكى احمد الشيخ في بدايه المران ويمكن قلع الشوز بتاعه، كان في يمكن عنده في قدمه ويمكن في ورم في احد الاصبع، فيمكن هو غادر المران، يمكن باقي اللاعبين عملوا احماء وبعد الاحماء كان في تخصص على الكول من الاجناب ومن الاختراقات من العمق وتصويبات من الاجناب واختراقات من العمق، وبعد هذه التخصص على الكول كان في تقسيمه صغيره، مستر لاسارتي كان حريص ان هو يوقف التقسيمه اكثر من مره لتصحيح اخطاء اللي يقع فيها اللاعبين، ويمكن كان حريص جدا النهارده مستر لاسارتي في دقه الاوفرات من اليمين ومن الشمال، وقف اكثر مره في تمرات التخصص عشان خاطر يقول اللعيبه لازم الاوفر يكون مظبوط، لازم الاوفر يكون ليه شكل معين عشان خاطر يقدر مهاجمي النادي الاهلي والقادمون من الخلف ترجمه هذه الاوفرات الى اهداف. يمكن النهارده رمضان صبحي من امبارح عمل سونار على العضله الضمه، رمضان صبحي النهارده يمكن اكتفى بتدريب تاهيلي وخافوا يلعبون النهارده علشان خاطر العضله ما تتجهدش، لكن بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي ان رمضان صبحي جاهز بكل قوه لمباراه المقاولون العرب. على الجانب الاخر طارق سليمان مدرب الحراس وتمرينه اكثر من رائعه على الشناوي وعلى لبسي ومصطفى شوبير واحمد طارق، تمرينه قويه جدا، يمكن خلع عقلنا النهارده محمد الشناوي اثناء التمرينات واشتكى من الركبه، نزلوا على طول الدكتور خالد محمود وبعد الفحص قال له انت سليم 100%، كمل تمرينك عادي، وفعلا كمل التمرين وتالق في التمرينه. الملفت للنظر الجلسات مستر لاسارتي، يمكن معودنا مستر لاسارتي جلسات مستمره مع لاعبي النادي الاهلي، التاهيل النفسي طبعا مع لاعبي النادي الاهلي والكلام كتير مع لاعبي النادي الاهلي، النهارده كان عنده جلسه قبل بدايه التمرين مع محمد نجيب، وكان عنده ايضا جلسه مع رامي ربيع، يمكن جلسه نجيب كانت طويله شويه، يمكن كابتن محمد يوسف والكابتن سامي قمصان كان عندهم جلسه ايضا مع رمضان صبحي، مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ كان عنده جلسه مع حسام عاشور، التأهيل مستمر لمحمود وحيد ومحمد محمود، طبعا محمد محمود بنتكلم في حوالي شهر ونص بس ما شاء الله من تشوفه من امبارح وتشوفه النهارده، لا الحاله مطمئنه، الحاله تبشر بخير وممكن باذن الله يرجع قبل هذه المده. يمكن محمود وحيد
النهارده المفروض كان هيتعمل له تيست، بكره هيتعمل له تيست ونشوف هيقدر ينزل التمرين ولا لا. شريف اكرامي انه رجع من المانيا والنهارده كان بيعمل جلسه، ومستر لاسارتي كان حريص يقعد معاه كده او يتكلم معاه حالي ثلاث اربع دقايق، اطمئن على اصابته واطمئن على رجوعه امتى او هيرجع امتى للملاعب. خلينا اطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي ان مستر لاسارتي وباقي الجهاز مستفيد حاجه للظروف، بيتكلموا في كل حاجه، بيوقف التمرين اكثر من مره باذن الله، كل هذه المجهودات توفق او تكلل بفوز النادي الاهلي على المقاولون ثم طيب. شريف لو عايز توصف لمشاهدينا دلوقتي اللي بيتابعوا طبعا لقطات من التدريبات وبيسمعوك على الهواء من خلال شاشة قناة الأهلي، قبل ما تكون زميل ومراسل في قناة الأهلي كمشجع أهلاوي بيحب النادي الأهلي وبيتمنى له الأفضل، لو عايز توصف بمجموعة كلمات الحالة اللي شايف عليها الفريق بعد معسكر أسبانيا تقول إيه؟ أقول لك إن في روح، إن في التزام، إن في انضباط، إن لاعبي النادي الأهلي متعاهدين على الفوز في المباراتين، إن لاعبي النادي الأهلي بيتمنوا مباراة المقاولين العرب تكون النهارده قبل بكرة، مباراة الزمالك تكون امبارح مش لسه يوم الأحد، عاوزين يفنشوا الموسم، عاوزين ياخدوا بطولة الدوري المحبوبة ليهم. في بيتكلموا على طول مع بعض لاعبي النادي الأهلي في كل مكان بيتكلموا ومركزين، عاوزين يعملوا موسم كويس او يختموا موسم كويس وبطوله الدوري المحبوبه لدى الجماهير. بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي. وبالمناسبه كنت قريت ان مروان محسن يمكن بيشتكي من اصابه ولا حاجه، النهارده مروان بيأدي تمرينه ولا اروع ولا اجمل، وبيثبت ايضا جاهزيته لمباراه المقاولون العرب. مشكورك شكرا جزيلا لك على هذه المتابعه لتدريبات واستعدادات الفريق لمباراه المقاولون العرب يوم الاربعاء المقبل، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي شكرا جزيلا لك. طبعا جمهور النادي الاهلي ثقته في اللاعبين بلا حدود، وانهم ان شاء الله هيكونوا على قدر الثقه وقدراتهم احنا واثقين فيها، واحنا على يقين ان شاء الله انهم هيبذلوا جهد كبير جدا، وان الجهاز الفني هيعمل باكبر طاقه ممكنه من اجل حسم المباراتين المتبقيتين، والشعور ده موجود عند الجهاز الفني، عند المدير الفني مارتن لاسارتي، وعند اللاعبين والجهاز المعاون لمستر لاسارتي كمان، بدليل انه كان اتكلم خلال الايام اللي فاتت وكانت له تصريحات خلال معسكر الفريق في اسبانيا، وقال ان احنا حسنا كتير من موقفنا في جدول الدوري بعد الاضطرابات اللي حصلت في الدور الاول والاصابات والغيابات اللي اثرت على نتائج الفريق، مع كمان الحاجات كلها العقبات اللي حضراتكم عارفينها كويس ان البطوله ما كانتش منتظمه، مع بعض الغيابات، مع بعض المشكلات الفنيه اللي ظهرت في اداء الفريق، كل ده ادى الى تراجع الاهلي في وقت من الاوقات، وقدر الفريق يعوض كل النقاط دي ويصل لصدارة جدول الدوري، وتبقى الأمور والحسم إن شاء الله متاح وهو بأقدام لاعبي النادي الأهلي لو وفقوا في المباراتين القادمتين، وإن شاء الله يوفقوا ويأدوا بأفضل شكل ممكن، والحسم النهاردة ممكن يكون بأقدام لاعبينا من خلال مباراة المقاولون، وأيضا إن شاء الله من خلال مباراة الزمالك دون انتظار نتائج المنافسين، لأنه بحسابات النقاط يكفينا الفوز في اللقاءين ويحسم بطولة الدوري، ولا ننظر إلى أي حسابات خاصة بأقرب المنافسين لينا لو قدرنا نفوز في اللقاءين تنتهي وتحسم البطولة بشكل نهائي. هنتكلم طبعا عن هذا الأمر، اتكلم عنه بشكل احترافي جدا وبشكل عقلاني جدا مارتن لاسارتي المدير الفني، قال انه بالرغم من اننا بذلنا جهد كبير وحسنا من بعض الامور، وان الفريق قدر يستعيد صدارته للدوري ووجوده في مقدمة الدوري باكبر رصيد من النقاط، الا اننا لم نحقق شيء بعد، والكلام كان على لسان مارتن لاسارتي، لأن قال البطولة لم تحسم والبطولة ستحسم من خلال المباراتين القادمتين، هما بالفعل المباراتين هما اللي بيمثلوا مرحلة الحسم في البطولة، عشان كده كان تركيزه كبير جدا في معسكر الفريق في أسبانيا على تصحيح بعض الأمور الفنية وتوضيح وجهة نظره الخططية والفنية وتطبيقها والتزام اللاعبين بيها، علشان ده إن شاء الله يترجم إلى فوز في اللقاءات القادمة، ونتمنى إن احنا نكون موفقين وإن فريقنا يحسم الأمور من خلال اللقاءين، لقاء المقاولون ولقاء الزمالك. طبعا نستمر في هذه التغطية وفي متابعتنا لأخبارنا مع حضراتكم. أعتقد يعني مش عارف إذا كان قبل الفاصل هيكون معنا أحد الزملاء المتابعة قطاع الناشئين. طيب خلونا نتوقف مع فاصل قصير ونعود لاستقبال ضيفنا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عادل أمين. متواضعة تماما، يعني أشبه بملاعب مدارس فيها كتيرة، يعني بتلعب بتروح تلعب أنت في ملاعب كتيرة، مش يعني قلت يعني يدوبك في غرفة ملابس لتغيير اللاعبين، ويمكن غرفة معاهم للحكام، حاجات يعني بداية جدا، لأن الإمكانيات عندهم متواضعة جدا، وإحنا مش لازم نقصوا على الدول الأفريقية، وأعتقد أن القرار برضو
بتاع زياده عدد الفرق ال 24 هتحتاج اللي انت تتراجع فيه او تدرسه من جديد في بطولات جايه مقبله، لان برضو العدد كبير على امكانيات الدول الافريقيه. الدول الافريقيه يا جماعه متواضعه جدا وامكانياتها محدوده جدا، ولسه يعني مش عايز اقول لك الحياه البدائيه اللي فيها في اغلب الدول. هل حضرتك بتطالب بان البطوله تفضل ترجع 16 فريق؟ 16 انا مش بطالب مش بطالب بكده، بس انا بقول لك الوضع الحالي للبلاد الافريقيه هيستدعي ان انت ترجع تاني، لان انت لو هتدور لما بقى هتدور ايه كل سنه كل بطوله هتم في ثلاث دول بس، مصر والمغرب وجنوب افريقيا، دول اللي يقدروا يستضيفوا 24 فريق. وهتشوف التجربه في البطوله اللي جايه في الجايه الكاميرون وبعدها كوت ديفوار، هتشوف يعني يمكن كوت ديفوار يمكن امكانياتها افضل شويه، لكن الكاميرون امكانيات متواضعه جدا على مدار السنتين اللي فاتوا ما قدروش يعملوا لك البطوله، وكانت اصلا البطوله ديت محدده لها 16 فريق مش 24. هم زودوا لما سحبوا التنظيم من الكاميرون زودوا عدد الفرق، فاعتقد الامكانيات بتاعت الدول الافريقيه لسه بدري علينا اللي احنا ننظم كده. يمكن انا شايف ان مصر مش عايز اقول يعني ابهرت العالم، لكن في نفس الوقت وضعت الاتحاد الافريقي في مأزق كبير. طيب فنيا قبل ما نرجع نتكلم عن التنظيم وجمال حفل الافتتاح وختام البطولة وكل التفاصيل اللي الكل أشاد بيها، عايز أعرف أهم ملاحظات حضرتك عليها وكلها إيجابية، بعيدا طبعا عن أداء منتخبنا في البطولة اللي ما كانش على مستوى التوقعات، لكن على مستوى مشاركة 24 منتخب لأول مرة، هل ده فنيا أضاف للبطولة ولا أضر بيها؟ المستوى الفني، على المستوى الفني أعتقد أنه هو ما أضافش للبطولة كتير، لأن دخلت برضو عندك مستويات من الفرق أقل شوي. يعني انت لو 16 فرق بتبقى مثلا المستويات العاليه موجوده فيها، لكن انت دي لكن ممكن نقول ال 24 فرقه بتدي فرصه للمنتخبات للكره الافريقيه اللي هي بيبقى في حاله انتعاش. يعني ممكن هنشوف التجربه دي لو استمرت هتاتي بنتائج ايجابيه في على الكره الافريقيه، لان القاعده عندك بتزيد. فطالما هل ممكن يعلى مستوى فرق ما كانتش بتصل للنهائيات ودلوقتي بقى عندها فرصه تشارك زي ما شفنا مدغشقر في بطولتنا مثلا؟ ممكن يكون عندهم فرصه افضل في المباريات اللي جايه لو استمروا. يعني المشكله ان انت عندك ايه في دول افريقيه بتطلع فجاه كده وبعدين تختفي. يعني انت عندك دول زي المغرب زي مالي من الدول الافريقيه اللي بتقدم الكره حلوه قوي، الكونغو، لكن ما عندهاش خبره ازاي تحصل على بطوله. نفس الوضع للسنغال. يعني السنغال في عز افضل جيل ليها جه سنه 2002 ما وصلوا النهائي كمان قدام الكاميرون، لكن ما قدروش ياخدوا البطوله رغم انهم افضل فريق. لان البطوله الافريقيه عموما ما بتحتاجش يعني بتحتاج الى جانب الموهبه والجيل الكبير، خبره البطولات ازاي تحصل على بطوله، دي مش متوفره في عدد كبير من المنتخبات الافريقيه الكبيره اللي احنا، يعني مش متوفره برضو في كوت ديفوار رغم انها قدرت انها تاخد بطوله، لكن متوفره في المغرب، متوفره في الكاميرون، متوفره في مصر. دي الدول المتوفره في كندا، دي دول عندها خبره ازاي تحصل على بطوله. طيب. الجزائر نفسها لو كانت هي لعبت البطوله ديت في بلد غير مصر ما كانش خدت ليها. ليه؟ لان هي مش كانت هتلاقي الوضع او يعني المعيشه بتاعت الفريق في بلاد افريقيه بتبقى صعبه جدا. يعني ساعات بتزهقك لدرجه ان انت بتبقى عايز تخرج من البطوله عشان ترجع بلدك. بس احنا مش عايزين نقصوا قوي على القاره الافريقيه كده يا استاذ عادل، لان في بطولات استمتعنا بيها اكيد ربما ما كانتش زي اقامه البطوله على ارضنا وبالشكل الجميل المبهر زي ما حضرتك قلت، بس شفنا بطولات في دول من قلب القاره السمراء وكانت ماشيه، ما كانش عندها مشاكل تنظيميه في كم نسخه الاخيره قبل النسخه المصريه من البطوله. بتبقى مثلا الجمال فيها اللي احنا خدنا البطوله. لكن حضرتك يمكن انا شفت انا كنت معايش معاهم في 98 في بوركينا فاسو. يعني لازم تبقى يعني كان الجهري الله يرحمه كان قافل على الفرقه بطريقه ان هو يعني مش عايز يخليهم الملل ده يتسرب جوه الفرقه، الملل من الجو بيبقى صعب هناك والرطوبه عاليه. انا مش عايز نفس برضه البطوله في الشتاء مع تغيير الاجنده هتبقى في الصيف بعد كده الناس قلقانه من الموضوع ده. في انجولا نفس الوضع، يعني بيبقى في ظروف صعبه، يعني ظروف عشان مش هتلاقي فنادق على مستوى ان انت تريحك، لا ده انت مش هتلاقي ملعب تدريب. يعني انا بقول لك حضرتك انا عشت الوضع ده معاهم، يعني عشان تدور على ملعب تدريب كنت بتتعب جدا، وتعبت تروح يدوا لك ملعب ميعاد تروح تلاقي فرقه ثانيه متدربه، يعني في مشاكل كتيره في افريقيا. فلازم احنا مش عايزين نقص عليها، لكن برضو مش عايزين نقص عليها ان نحملها
أكثر من فقط. طيب حضرتك أهم ملاحظاتك إيه بالنسبة للتنظيم بدءا من حفل الافتتاح وحتى ختام البطولة بعد مباراة النهائي بين الجزائر والسنغال وفوز الجزائر باللقب؟ ملاحظات حضرتك الرئيسية على التنظيم واستضافة مصر للبطولة. لا ده التنظيم ده أنا أضرب تعظيم سلام للدولة المصرية والقائمين على هذا التنظيم، عشان برضو نفرق التنظيم ده من الدولة المصرية بعيد عن اتحاد الكرة خالص، لأن لو اتحاد الكرة كان هو المسؤول عن كل حاجة في التنظيم أعتقد أنه كان هيبقى لنفس المستوى نفس المستوى المنتخب الوطني. فالدولة المصرية وفرت كل الإمكانيات، حضرتك ملاعب على أعلى مستوى، يعني شفت جمال وعظمة استاد القاهرة، لأن شبيت أنه هو نجم الحفل النهائي، يعني منظر جميل. يعني هو فعلا الناس كلها ملاحظتها سواء في الافتتاح او في الختام، ناس تقول الاستاد شكله يفرح، الاستاد شكله جميل. حضرتك كمان لو دخلت من جوه شفت يعني زي اكنك بتخش في افخم الملاعب الاوروبيه، يعني ما بتحسش بالملل، المطاعم موجوده، تنزهات موجوده، عايز تخرج بره تتمشى تعمل، يعني كل حاجه متوفره لك، دورات مياه متوفره، دي كانت من ضمن المشاكل اللي بنعاني منها في الاول، غرف ملابس على اعلى مستوى، الزونه منطقه اللاعبين اللي تحت، كل دوت كان حاجه تشرفك. ده مش في استاد القاهره بس على فكره، كان في السلام وكان في الدفاع الجوي وكان في الاسماعيليه وكان في السويس. يعني الملاعب، سيبك من الملاعب بتاعت المباريات، كل ملاعب التدريب، كل فريق ليه ملعب تحت امره يتدرب فيه، لو عايز يدرب الفجر هيتدرب الفجر. دي حاجات بطوله كبيره يا جماعه، احنا مش بنتكلم، يعني الدوله المصريه وفرت الامكانيات دي، والمعجزه في كل ده اللي انت عملت بطوله زي دي في 5 اشهر. يعني في بلاد كتيره بتقعد قبلها بخمس ست سنين بتعد ولسه ما خلصتش الملاعب بتاعتها. اعتقد ان احنا قدمنا رساله للعالم كله، مش لافريقيا، احنا كنا تحدينا مش بطولة أفريقية، عشان حضرتك عارف احنا تحدينا اللي احنا بنقول للعالم كله اللي احنا نستطيع ان ننظم بطولة على اعلى مستوى، نستطيع ان ننظم بطولة كاس عالم 24 فريق، وعندنا الامكانيات اللي احنا ننظم 32 فريق كمان، عندنا الملاعب، بس عايزين برضو ايه يعني ثقة في النفس اكتر، وعايزين الكوادر الشابة نعتمد عليها. ودي هتبقى عايزة رؤية في الفترة الجاية لبعض الأمور، يعني بيقال دايما تنظيم واستضافة كأس العالم عايز الساعة الفندقية، وهي موجودة عندنا من فئة الفنادق الفايف ستارز والسفن ستارز، لكن في فئات أخرى للقادمين من دول العالم المختلفة لمتابعة كأس العالم، شرائح الفور ستارز والثري ستارز دي مطلوب تبقى بمستوى معين بمعايير متميزة، وأيضا بيقال يا أستاذ عادل إن المعايير الخاصة بالطرق والتحركات عشان الدنيا ما يبقاش فيها ارتباك نتيجة حجم الوافدين على الدولة اللي فيها كأس العالم. بعض الأمور دي عايزة ترتيبات في الفترة الجاية أكيد، يعني رغم كل دوت ورغم الزحمة اللي عندنا احنا ما شعرناش ان في زحمه طبعا في لا لا مع كاس الامم لا مش اول مره واحنا يعني عملنا البطوله بشكل رائع، احنا بنتكلم فيما هو قادم ان شاء الله، يعني لو فكرنا في احداث اكبر يعني اسم ضمن الملفات اللي انت بتنظمها تركه الموتور والمواصلات اللي عندك اكيد لا والشغل سواء بريه او سكك حديد او مطارات، الحمد لله احنا عندنا بنيه تحتيه لنفتخر بيها، ودي لازم تتحسب للدوله المصريه حقيقي، عملت دور كبير جدا جدا جدا. النظام اللي كان معمود في التذاكر كان نظام يعني على اعلى مستوى، رغم ان الناس اشتكت منه لان لسه مش متعوده، يعني احنا لسه مش متعودين برضو لان نحجز عن طريق النت ونطلع الاي دي كارت بتاع لا طبعا اللي بقوله لحضرتك ده اللي الناس بتناقشه في الشارع لما بنتكلم عن طموحاتنا ان شاء الله في ترتيبات خاصه باستضافه وتنظيم كاس عالم مستقبلا ان شاء الله، هو ده اللي بقوله لحضرتك، لكن ملوش علاقه بالبطوله، البطوله كانت ماشيه عندنا بطوله افريقيا بافضل شكل ممكن اكيد، يعني وكانت مش مؤثره، يعني ما كانش عندنا اي نوع من اي ارتباك سواء في حركه مروريه او في تامين، الحاجات دي تمت على اكمل وجه، احنا بنتكلم فيما هو قادم انه بيزداد عدد الفرق، بيزداد عدد القادمين أكيد. السائحين أكيد. القادمين من الخارج من كل انحاء العالم في البلد اللي بتستضيف كاس العالم أكيد. فدي بيبقى الفترات اللي جايه اكيد احنا هنشتغل على ده كمان في مصر ان شاء الله. الشيء الجميل كمان اللي خليك تشعر بالفخر الضيوف الكبار اللي هم جم وكلامهم عن مصر وحجم الاشاده بالبطوله، يعني حقيقي احنا مش بنتكلم كده عشان احنا انا مصري في البلد اللي نظمت، لا انا بكلمك يعني حاجه مش كل مصري، ده كل افريقي يفخر باللي تم في البطوله دي، يعني اعتقد ان الاجابات بتاعتها كبيره جدا حتى في خروج المنتخب الوطني، انا شايف ان هو رب دار نافعه وايجابيه كبيره للكره المصريه ان هي تعيد ترتيب اوراقها جديد، بدل ما كنا نتغش في مستوى مش بتاعنا ونوصل عن طريق يعني ضربه حظ او حاجه او محتاج، لا بالعكس انا شايف برضو ان خروج المنتخب
كان ليه فوائد كتير على الكره المصريه. طيب هنتكلم عن ده فنيا. ايه تفسيرات حضرتك لخروج المنتخب مبكرا من البطوله بل وادائه اللي ما كانش مرضي حتى وهو بيفوز في مباريات المجموعه؟ لا هو اللي حصل للمنتخب ده انا توقعته من اول مباراه الافتتاح. اولا البدايه كانت يعني غلط، بدايه الاختيارات للقائمه اللي انت هتخوض بيها الامم الافريقيه بدايه خاطئه. ليه خاطئه؟ لان انت ما اخترتش افضل العناصر اللي موجوده عندك. انت اخترت فريق بدون دكه بدلاء بل بدون لعيبه اساسيه تقدر تستطيع لدي خبره الافريقيه. وبعدين اجيري كلامه كان غير متوازن. في الاول قال لك انا بعد فريق جديد من صغار السن ومش عشان كده استبعدت النجوم الكبيره. قبل البطوله حصل اختلاف في الفكر دوت ولقينا استعان بعدد من اللعيبه اللي هم عمرهم فوق ال 30. طب وانت سبت لعيبه تانية كانوا ممكن يفيدوك حتى على الاقل لو ما مش عايز تبدا بيهم، لا هيفيدوك على الدكه. اعتقد ان في اكتر من 10 لعيبه ما كانش ليهم يعني ما ينفعوش ينضموا لمنتخب مصر بدون ذكر اسماء، لكن كان في عناصر جديده بره ما اختارهمش كانوا ممكن يفيدوا او يضيفوا عناصر ليها خبره افريقيه كبيره كانت ممكن تفيد كتير. عناصر شابه حقيقي ما كانش مستواهم عالي في الدوري لكن اعتقد كانوا افضل من العناصر اللي هم خدهم الجهاز الفني او الجهاز بالظبط يعني يعني هو جاب لنا لعيبه محترفين من بره ما بيلعبوش في انديتهم ما اضافوش حاجه للمنتخب الوطني. لا المنتخب كان خسر من قبل ما نبدا البطوله والقائمه الافريقيه دي يعني اللي اختارها لازم يتحاسب واللجنه لو في لجنه فنيه في اتحاد الكوره لازم تتحاسب اللي هي ما ناقشتش الجهاز الفني ازاي. يمكن هو لسه ما عندوش فكره او خبره عن اللعيبه المصريين او خبره البطولات الافريقيه اللي بياخدها الجهاز المعاون بكادر هاني رمزي ما اعرفش دوره كان ايه رغم ان هو خرج بتصريحات بعد كده. لا البدايه كانت غلط تماما في الاختيار القائمه. نيجي بعد كده تخش في المباريات شفت انت طب انت دلوقتي شفت اللي انت قبل قبل المباريات عايز ارجع مع حضرتك لاختيار اجيري والتعاقد مع اجيري بعد كوبر في ولا ما فيش تناقض من وجهه نظر حضرتك بين اكبر اجر واكبر دخل لاي مدير فني متولي منتخب من المنتخبات اللي شاركت في البطوله وبين مستوى فني من اقل المستويات الفنيه اللي قدمت في البطوله كان بيؤدي به منتخبنا الوطني رغم عوامل وجود نجم من اشهر نجوم العالم محمد صلاح وبعض المتميزين زي تريزيجيه والشناوي وغيرهم وعوامل الارض والجمهور والتنظيم والدعم الجماهيري والاعلامي وكل شيء. ايه حجم التناقض اللي شفناه ده وتفسير حضرتك له ايه بين اعلى دخل واعلى اجر واعلى قيمه تعاقديه ومستوى فني يكاد يكون من اقل اربع او خمس فرق ادت في البطوله فنيه؟ ما انا بتحط علامات استفهام كبيره. يعني انت جبت مدرب وبتقول انت ما خدتش يعني ما تعاقدتش مع مدربين معينين لان اجرهم عالي قوي. في نفس الوقت انت بتقدم بالنسبه للمرتب اللي كانوا بياخده 108000 دولار ده مرتب عالي بالنسبه للكره المصريه اللي انت تجيب مدرب بالسعر دوت. يعني انت جايب مدرب لو انت قارنته بالمدربين الافريقيين اللي هم افضل منه يعني اعتقد ان ال 24 23 مدرب في الفرق اللي هي افضل من اجيري على الاطلاق. يمكن اللي بيزاد في السوق بتاعه اللي بيتساوي معاه ألان جيرس اللي هو المدير الفني لتونس كان في انتقادات شديده الاداء يعني حتى يعني انا ما اعرفش واحد عنده لعيب زي علي معلول وما يستعانش بيه. علي معلول ده انا بعتبره من افضل الزر الايسر اللي جابته الكره التونسيه على الاطلاق. يعني لعيب بيدي لك حلول كتيره قوي سواء دفاعيه ومؤثر جدا كمان مع النادي الاهلي مؤثر جدا لما بيكون في الملعب. وبعدين تشوف البديل اللي هو بيلعب مش على المستوى يعني بتفكر في كده. هنرجع لاجيري تاني مين اللي اتعاقد معاه؟ تبص برضو تلاقي ايه دلوقتي الاختلافات بقى اول اولا في اتهامات ان في عمولات في سمسره في حاجه دي حاجات ما بتطرقش لها لانه انا بالزبط. يعني انا يعني ما بتطرقش الا الى معلومه الا لو كانت يقين يعني بالزبط. دي حاجات تحسمها اي تحقيقات بتجرى لكن انا بتكلم على الرؤيه الفنيه الشبهات بتدي لك اللي فيها فدي تيجي يعني ولا عضو مجلس اداره في حجم حازم امام كان من ضمن الناس اللي هم مرروا عقد اجير في نفس الوقت بعد دلوقتي يقول لك لا انا مش مسؤول المسؤول هنا بوريرا. يعني في الاختلافات في دوت وكل واحد بيرمي التهمه على الثاني يحسسك ان ايه ان في حاجه مش حلوه
مش هنتكلم عليها في جهات تحقيق. طب هل يستحق الاتحاد الكرة ان الدنيا اتقلبت عليه من وقت ما خرجنا قدام جنوب افريقيا وخسرنا في دور 16 1-0 وخرجنا من البطوله او ودعناها مبكرا؟ الدنيا اتقلبت على اتحاد الكوره. حضرتك شفت حجم الانتقادات في الاعلام الرياضي والانتقادات الجماهيريه وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا. هل الكلام ده مستحق؟ هل الكلام ده يستحقوه؟ هل ادائهم كان سيء لهذه الدرجه ولا احنا بنبالغ احيانا وبنحملهم امور قد تكون مسؤوليه بحته للاعبين انهم ما اجتهدوش كما ينبغي الجهاز الفني؟ لا احنا مش بنبالغ، احنا للاسف بننسى. هقول لحضرتك حاجه، اتحاد الكره مش سيء من الدوره الافريقيه دي، لا ارجع بقى من كاس العالم، ارجع شوف ايه اللي حصل في روسيا وايه اللي تم في روسيا وايه اللي حصل مع في معسكر المنتخب الوطني فيها وايه اللي حصل وايه الانفلات الكبير اللي احنا مش متعودينه. لعيب الكره لو ما عرفتش تسيطر عليه في وقت البطوله مش هيدي لك حاجه. عشان تبقى انت عارف لازم اللعيب يكون مسيطر في دايره محكمه بعيدة عن التيارات الخارجية تماما، يبقى كل فكره وتركيزه كرة قدم ومباريات وتدريب فقط لا غير. لو خليت له دخلت له أي حاجة تاني خلاص انسى ان هو يديك حاجة. الانفلات جه من روسيا وقبل روسيا كمان، لكن كانت احنا وصلنا لكأس العالم يعني فرحتنا غطت او خلينا نغمض عن حاجات كتيرة رغم ان البلاوي اللي حصلت هناك، ورجعنا ورئيس الاتحاد عمل مؤتمر صحفي بعد ما رجع من روسيا، لكن الامور اتطفت تاني. فاتكررت بقى مره تانيه لما جه الفشل الكبير، لان لما تفشل في كاس العالم مش هيبقى عليك لوم قوي. انت كان كل همك او كل هدفك في كاس العالم ان انت توصل ضمن ال 32، لما تحقق بعد كده توصل لدور ال 16 يبقى انت حققت انجاز. لكن الوضع بيختلط الامم الافريقيه، بطولة الأمم الأفريقية ومطالب إن أنت تحصل على بطولة، لو أنت مش هتلعب على البطولة يبقى أنت فاشل ذريع. اللي حصل بقى في تخش على المعايير في اختيار، نخش على المعايير بتاعت اختيار مش اللاعبين، الأول الأجهزة الفنية، الجهاز الفني والإداري للمنتخب، مدير المنتخب، كل الحاجات دي تحس إن إحنا ما بنعملش معايير. إحنا المعايير عندنا محسوبيات ومجاملات وعلاقات، كل ده بيجي لان اللي فشلوا في روسيا هم برضو هم نفس العناصر اللي سببت في الفشل في افريقيا. هل حضرتك بتقول انه كان لابد من تغيير شامل في الجهاز أكيد، ليس فقط انهاء التعاقد مع كوبر والتعاقد مع مدير فني؟ يعني مثلا لما تمسك على مدير المنتخب مش لازم يكون في معايير محدده كده وخبراته وبتاع يمكن، ولا انت بتجيب واحد علاقتك بيه كويسه بيسمع كلامك بيسرك امورك، ليه علاقات مع دوت بيعمل بيزنس كده في حاجه؟ لا انا مش بتكلم برضو على، انا بتكلم لازم يكون في معايير واضحه. يعني لازم لما يكون في مدير جهاز المنتخب الوطني لازم يكون في ثلاثه داخلين مترشحين والناس كلها تشوف والاتحاد يقول لك انا اخترت دوت عشان دوت افضل من الاثنين اللي كذا وكذا 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 وكذا. ده الاسس السليمه اللي بتتم عليها، ان الناس تشعر ان في معايير جاده جدا للتقييم. بالنسبه للاجهزه الفنيه برضو انت بتجيب مدربين فشلوا مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه مع مع الاتحاد الكوره. يعني انت مش بتجيب، طب انت هتدي، طب انت دورك مع المدربين اللي طالعين دلوقتي ايه؟ طب ما تشوف وجوه جديده يا عم. يعني انت بتجيب ناس فشلوا مره واثنين وثلاثه وبتزودهم علينا ليه؟ يعني ليه بتفردهم علينا؟ ازاي نغير ده؟ يعني ازاي ما نكتفيش بمرحله نقد وصراخ في الوسط الرياضي في الفتره دي في مصر ان في مشكله وان في خلل وان كان في اهمال او اخطاء في التقييم او مجاملات الى اخر هذه الامور، ونرجع لنفس الطريقه في العمل في الفتره الجايه؟ ازاي يبقى في تغيير حقيقي يؤدي الى اثار ايجابيه او تكون له اثار ايجابيه على تطوير الكوره في مصر؟ دي موضوع كبير. اولا يعني المفروض كل العناصر اللي فشلت ما تظهرش على الساحه تاني، استعانه بوجوه جديده، وعندنا الحمد لله وجوه جديده وشابه وعندها الخبره وعندها تاريخ في مجال الكوره ومجال اللعبه وعندها خبره علميه وعندها كل المؤهلات اللي بتاع. يعني الوجوه الجديده موجوده، بس احنا عايزين يعني ايه نطلعهم كده ونبرزهم. عايزين يبقى في شفافيه في كل حاجه. التطبيق هيتم ازاي؟ يعني اول شرط حضرتك قلت بعض الوجوه لا تظهر على الساحه مره اخرى. طيب احنا بنتكلم عن زملاء يعني في الوسط الرياضي. عفوا هوضح لحضرتك سؤالي عشان نوضح نقطه اكتر. عايز افهم رؤيه حضرتك اكتر. احنا امام واقع
بعض هذه الأشخاص أو بعض المسؤولين في اتحاد الكرة نجوم في وسط الرياضة أو في الإعلام الرياضي ونجوم كبار سابقين في عالم كرة القدم المصرية ولهم شعبيتهم لهم جماهيريتهم حتى لو في سخط عليهم أو غضب من النتائج الأخيرة ومن شغلهم خلال كأس الأمم وكأس العالم. فإحنا أمام واقع بعضهم قد يعيد الترشح أو يفكر في الترشح مرة أخرى للانتخابات، كيف أمنعه لو كان الدستور بيكفل له ده؟ يعني إزاي التغيير يبقى واقعي يا أستاذ عادل وليس نظري إن الناس بتقول كلام لكن الواقع ممكن ما يحققش؟ ده أكيد وده ممكن لا يحصل لو ما تحددتش قواعد وأسس جديدة. هتلاقي نفس الوجوه في الانتخابات اللي جاية وهينجحوا والجمعية العمومية بتاعتهم والجمعية العمومية هم اللي ماسكينها كلها، لأن اللي كان بيحصل فيها كل واحد ماسك له حته زي ما بيقولوا مكونه كده ولوبي من 20 30 صوت من هنا و20 30 صوت من هنا دول بينجحوا. احنا نبص بالواقع كده دولت لو احنا قلنا دولت قدموا ايه للكره المصريه؟ امسك اتحاد الكوره عمل ايه للكره المصريه؟ ممكن حضرتك تجاوبني؟ لا انا بسمع الاسئله، الجمهور هو اللي جاوب حضرتك. لا يعني ايه الانجازات اللي عملها الكره؟ التطوير اللي عمله يعني بعض الناس لو بنفكر بعقليه المستمع او المشاهد اللي بيتابع حضرتك دلوقتي هيقول ابسط حاجه الناس اشتغلت وقدرنا نصعد لكاس العالم، ودي ده امر اخر مره يعني استمتعنا بالوصول لنهائيات كاس العالم كان سنه 90، هيقولوا احنا وصلنا مره تانية مع الاتحاد ده وانه نافس في كاس الامم الاخيره مع كوبر لحد الفاينل. ده هيبقى اول الدفوع اللي هيستخدمها اي حد بيتكلم من اعضاء مجلس اداره الاتحاد او من ينوب عنه، هيفكروا كده وهيقول ده بالارقام. طيب حضرتك ترد عليه تقول له ايه؟ لو قلنا كده يعني شوف كده هتلاقي دول اقل من مصر كتير قوي وصلت لكاس العالم. يعني ده مش احنا انجاز بالنسبه لنا ليه؟ لان احنا محرومين من وصول لكاس العالم يعني او بنروحه كل شويه. لو ظهورنا كان هزيل فنيا هناك خسرنا الثلاث ماتشات. يعني انت وقعت في مجموعه للاسف كانت مجموعه جميله فرصه بنسبه كبيره اننا نتخطى الدور الاول، انت تخش كان ادائنا محبط يعني لو انت عايز يعني لو انت عندك شيء من الطموح كنت ممكن تعدي. لكن الاتحاد ده هو فاشل في اعداد المنتخبات الوطنيه، فاشل في مسابقاته، والدليل اللي احنا بنلعب الدوري العام لحد دلوقتي ده فشل كبير جدا، فاشل في كل لجانه، لجنه مسابقات فاشله، لجنه حكام دمرت التحكيم، لجنه شؤون اللاعبين ما عندهاش بتدور على المصالح والبيزنس من وراء اللجنه. لا اتحاد لم يقدم اي جديد للكره المصريه، بل بالعكس احنا تدهورنا ورجعنا لورا. احنا لما وصلنا البطوله اللي فاتت يعني وصلنا وما كناش راضيين على وصلنا مع كوبر وكنا بنهاجم الراجل نقول طريقته دفاعيه، بس احنا احترمناه اللي هو عنده فكر بيطبقه سواء دفاعي او هجومي. دلوقتي الناس لما بتقارنهم فنيا ببعض بيقولوا كفه كوبر ارجح افضل كتير من اجيال. بالظبط ليه؟ لان لازم تحترمه ان راجل بيلعب بطريقه. انا والله في الامم الافريقيه دي ما تعرفش احنا بندافع ولا بنهاجم. طيب هل نجومنا قدوا ما عليهم في البطوله دي؟ يعني استاذ عادل النهارده في خلاف كبير قوي على حاله النجوم في البطوله. كان اكبر ثلاث نجوم قبل ما البطوله تنطلق بالتاكيد محمد صلاح وساديو ماني ومحرز. بعض الناس في جدليه كده موجوده، ناس على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا بتهاجم النجم محمد صلاح، ناس ثانيه تقول يا جماعه محمد صلاح ده اكبر نجوم مصر حاليا في كره القدم او في الرياضه والاشهر حاليا عالميا من الرياضيين المصريين، ونادي بيكرمه بيزود قيمته التعاقديه وبيخليه ليه أغلى لاعب في التعاقد في البريمير ليج لآخر هذه الأمور، وانتوا بتهدموا في اللاعب أو بتهاجموه. إيه الرأي اللي حضرتك شايفه موضوعي في أداء محمد صلاح في البطولة؟ هل كان مطلوب منه يشيل المنتخب ده لوحده بعيوبه الفنية بعيوب الجهاز الفني، ولا هو ما قدرش يشيل المنتخب ده لوحده، ولا المنتخب ده ما ساعدوش ولم يجد منه الدعم الفني اللي بيلاقيه في فريق ليفربول من زملائه في الملعب؟ فين الرأي اللي حضرتك شايفه دقيق شوية؟ لا أنا شايف إن محمد صلاح مظلوم تماما في البطولة دي. لعبة كرة القدم مش لعبة فردية، مش هيلعب لوحده، لازم يكون معاه على الاقل خمسه سته حواليه بيساعدوه. محمد صلاح لو تشوف ما كانش بحد بيعرف يمرر له تمريره واحده طول 90 دقيقه بيضطر بيرجع لورا. لا محمد صلاح مظلوما تماما، وللاسف ان هو تعرض لهجمه يمكن من بعض الميديا الخاصه باتحاد الكوره عشان يحولوا دفه الفشل من اتحاد الكره على محمد صلاح لوجوده في مع المنتخب. هو الحقيقه الجدليه كمان زي ما حضرتك بتقول ان فكره القاء التهم او اتهامات متبادله بين بعض اللاعبين بعيدا عن محمد صلاح طبعا،
بعض اللاعبين وبعض عناصر الجهاز الفني امر مؤسف. يعني المفروض انه حتى بعد النهايه لو في فشل بيتحمله الفريق ده بجهازه الفني بالمسؤولين في الاتحاد كوحده واحده اشتغلوا مع بعض. اما فكره القاء الاتهامات على بعضنا البعض كفريق واحد كان بيشتغل مع بعضه ده امر غير مقبول على الاطلاق. وحضرتك قلت كده اكيد وبيسيء تماما بيسيء لينا بتزود المشكله يعني مش بتسهم في حلها. يعني بيكون مدرب يرتل تهمه على لاعب وبعدين لاعب وانا ما اعرفش ده دوره ايه في الجهاز الفني ودي مسؤوليه فلان مش يعني الناس بس دي تديك صوره ان ايه ان مفيش منتخب مفيش فرقه مفيش كيان من جوه. اما يكون عندك كيان بس مثلا في حاجه اجمع عليها اكتر من حد سواء نقاد رياضيين او بعض اللاعبين السابقين من نجوم الكره في مصر وواحد من اعضاء الجهاز الفني بعد خروجنا من كاس الامم ان الكل قال ما كناش عارفين ايه الجوب ديسكريبشن بتاع سلجادو او بيشتغل في المنتخب او ايه توصيف وظيفته الفنيه في الجهاز. دي حاجه الكل اجمع عليه والكل قال ان هو ايه الجهاز ده كله يعني ايه العدد ان هو شغال في وكيل لاعبين وسمساره وبتاع ودور ان هو بياخد اللعيبه مضيعه عنده واللاعب اللي هو ما الحاجات دي اللي عايزه واقفه بقى الحاجات يعني دي اللي عايزه واقفه. احنا يعني لما بنصرف ازاي وبنقيم ازاي احنا لو بنصرف الفلوس فين لو احنا في اتحاد كره حريص على سمعته وفي الكلام ده كله حصل وفي مش مفروض كان منتخب يطلع مؤتمر صحفي قبل ما يعلنوا اصل الاستقاله دي هروب. واعتقد ان يعني انا كنت اتمنى ان وزير الشباب والرياضه يرفض الاستقاله ديت لكن لازم كان لو هم بيحترموا الجماهير وبيحترموا الجمعيه العموميه اللي جابتهم كان يحصل قبل الاستقاله مؤتمر صحفي والمجلس كله قاعد ويرد على الاتهامات ديت ويوضح الفتره اللي فاتت دي اللي حصل فيها وبعد كده يقدموا بلاش حتى نقول اتهامات يرد على التساؤلات اللي يعني هتتوجه له من الصحفيين والاعلاميين والراي يعني لكن هو كتير هو بعد الماتش طبعا الخروج دي كارثه يعني كارثه عند الجماهير وحاله احباط كبيره اللي انت تخرج على ارضك في بطوله من دور ال 16 ف لا هو كان امر محبط فنيا ما كانش واعتقد انه اكبر مفاجاتين في البطوله فنيا هو خروج مصر في المقام الاول اللي الكل كان بيقول متوقع مصر في النهائي بما هو معروف من تاريخنا وعلى ارضنا وعناصر التميز وجود نجوم زي صلاح والمغرب كمان اللي كان الكل بيرشحها قبل البطوله للوجود في المربع الذهبي بالظبط اكبر مفاجاتين. طب خلينا نتكلم عن المفاجات الفنيه وايضا الحصان الاسود للبطوله او اللي فاجئنا بشكل ايجابي انه قدم افضل مما توقعنا وايضا الفرق اللي وصلت للادوار الاخيره تونس ونيجيريا وايضا السنغال والجزائر اللي هم وصلوا الى المباراه النهائيه وفازت بها الجزائر. هنتوقف مع حضراتكم الان مع فاصل قصير ونعود لاستكمال هذا الحوار. تدريب المنتخب على بعض تجارب المعايشه مع منتخبات او انديه كبيره في اوروبا ده لازم. على دورات اكثر تقدما في التدريب او يعني اللايسنس اللي هي الاعلى بالظبط مستويات يعني الاعلى ده لازم رخصة ده لازم التدريب. تعمله يعني انت لو انت هتعتمد على اولادك بقى يبقى لازم تشوف 4-5 عينك عليهم بس 4-5 صح يعني بدون مغاملات ومحسوبيه لا انت شايف ان ده انا بيبلغوني وانا بسمع حضرتك زملائنا في الكنترول انه تم الاعلان عن انهاء التعاقد بين الاتحاد المغربي لكره القدم وهيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب وده كان طبعا مثار جدل الفتره اللي فاتت وكان اتفق المسؤولين في جامعه كره القدم المغربيه ده بيطلق الاسم ده على الاتحاد المغربي لكره القدم وبين هيرفي رينار ان هم اتفقوا على عدم الادلاء بتصريحات الى حين ان تتضح الرؤيه ده خلال الايام اللي فاتت وبيخبروني زملائنا دلوقتي ان هم انتهت وده كان من ضمن الاسماء اللي هو مطروح بشده لتولي تدريب المنتخب المصري وهو مدرب مش وحش على فكره مدرب عمل انجازات مع زامبيا عمل انجازات مع كوت ديفوار عمل انجازات مع المغرب ما كانش عندها فرقه هو عمل فرقه يعني برضو انا مش عايز احط في مقارنه ما بين المدرب المصري والمدرب طب حضرتك الأجنبي. بتفكر ازاي كناقد رياضي كمشجع مصري كمان قبل ما تكون ناقد رياضي فاسهم هيرفي رينار لتولي تدريب منتخب مصر بعد خروجه المبكر والمفاجئ من البطوله دي هل الحسابات اتغيرت ولا لا لان اسهمه كانت اعلى من كده متهيألي قبل خروج المغرب بالشكل ده من البطوله هو اكيد اسهمه قل شويه لكن انت سيبك من الاسهم دلوقتي انت بتقيمه هو مدرب ولا مش مدرب انجازاته الفرقه مع الفرقه اللي بيجمع الفرقه عامله ايه الماتش اللي خسرته المغرب اعتقد ان المغرب نزلت مستهانه جدا بالخصم كان في نوع من التعالي وبعدين المدرب الاجنبي لما يجيب واحد زي ده مش عايز لوحده عايز جهاز فني يقدر يوجهه حتى يقول له الصح ايه او اللاعب المصري بيفكر ازاي يعني هو بعيد عن الكره المصريه تماما فعايز واحد مخلص
يعيشوا في لحد ما يقدر يتأقلم على الموضوع. عايز مدير كرة يقدر يعني يعمل له المعسكر بتاع المنتخب على أعلى مستوى، مش يعمله مسرح ومول لكل من هب ودب يدخله. الجهر كان بيعمل معسكرات اسم محمد والله أشبه بسكنات عسكرية ما تقدرش تدخلها، لأن الله يرحمه كابتن جوهري كان شخصيته قوية يعني جدا. ما أنا بقول لحضرتك سيطرته يعني الكاملة على الأمور يعني. حتى يقال عن مكافآت اللاعبين بالتنسيق مع اتحاد الكرة أنه كان يفضل أن كل شيء يتم بعلمه بموافقته، امتى اصرف المكافئات وامتى لا، وامتى الامور تنتظم وامتى لا ماليا واداريا، يعني انه يقول التفاصيل كلها معاه اكيد. وعشان كده الجوهري من المدربين اللي عمره برضو نقله في الكره المصريه. انا هتكلم معاك بصراحه، قبل عصر الجوهري ما كانش فيه حاجه اسمها كره مصريه، رغم ان كان فيه مواهب ما جابتهاش الكره المصريه في فتره السبعينات والستينات واوائل الثمانينات. ايه الفرق الجوهري اللي عمله الكابتن الجوهري؟ الجوهري عمل دخل شغل الاداره في الكره المصريه اللي كان نفسه. حضرتك تفتكر لما كنا بنستعد للمغرب في تصفيات كاس العالم وكنا بنتمرن في استاد القاهره بالاخضر والاحمر ونجيب ويحضر تمارين 60-70 ألف متفرج وهي مجرد تقسيمه وبتاع. الكره اتغيرت، الكره مش كيمياء صحيح، لكن عايزه فكر منظم وعايزه اداره قويه، وازاي تقدر تهيئ الظروف دي كلها لصالحك. ده الجوهري اللي كان بيعمله. الجوهري كنا بنلعب ماتش في انجولا في تصفيات كاس العالم اعتقد في 92 يمكن، وكانت انجولا فيها حرب اهليه، وشفنا وعدونا في فندق يبعد عن العاصمه يمكن حوالي 40 كيلو، حسينا ان احنا مقطعين عن العالم. جهري قال لي كابتن سمير عدي ساعتها انا مش هنام في الفندق ده، انزل دلوقتي شوف اي فندق تاني وغيره. والله في ظرف 3 ساعات بمساعده السفاره المصريه هناك كان اتغير الوضع تماما للاحسن. لا جهري كان الله يرحمه كان عمل كتير قوي للكره المصريه، ويمكن ليه الفضل اللي احنا وصلنا ليه دلوقتي لو فيه. طيب يبقى الفضل. قبل ما نقفل ملف الحديث عن المنتخب عايز حاجتين حضرتك تقول لي، المطالب اللي بتشوفها في الفترة الجاية ضرورية لتطوير الكورة بعناوين سريعة جدا، ايه اللي مطلوب نعمله في الفترة الجاية سواء فيما يتعلق بانتخابات اتحاد الكورة، بإدارة منظومة كرة القدم في مصر، بالترتيبات الفنية الخاصة بالمنتخب، مين بقى افضل العناصر اللي تستحق التواجد، والجهاز الفني القادم، عايز تقول ايه عندها يا استاذ؟ طيب احنا الاول على التنظيم، اولا اختيار المدرب الوطني دلوقتي، المدرب المنتخب الوطني ده شيء من يعني شيء سخيف. ازاي انت الاسماء المعروضة دي اعتقد ان ما فيش حد ليه سلطة ان هو عين مدرب منتخب الوطن حتى لو وزير الشباب والرياضة، ده لازم دي سلطة خاصة لاتحاد مجلس اتحاد الكرة اللي هو هيجي يتولى الامور. احنا دلوقتي عندنا تصفيات امم افريقيا اعتقد هتتعمل في نوفمبر، اهم حاجة انتخابات تقام بنزاهة وشفافية، جمعية عمومية تبقى واعية وتشوف العناصر الصالحة لإدارة الكرة المصرية في الفترة اللي جاية دي ايه، وده مهم جدا لان الجمعية العمومية ديت لو مش صالحة يبقى هتسبب وباء للكرة المصرية في الفترة اللي جاية. عايز يكون في عندنا رؤية مستقبلية للمدربين، للمسابقات، لتطوير التحكيم، لكل عناصر اللعبة، عشان خاطر احنا رجعنا لورا قوي في الفترة اللي فاتت في عناصر كتيرة جدا كنا قطعنا فيها شوط للأمام، لكن اعتقد في الموسم دوت كان من أسوأ المواسم في تاريخ الكرة المصرية، واعتقد ان عامر حسين لو قبل ان هو يتولى الامور تاني يبقى هو بصراحة يعني ليه مصالح لكده، لان هو ادارته لمسابقة الدوري العام السنة دي كانت سيئة جدا رغم كل اللي بيتقال وكل الحاجة. لكن طيب استاذ عادل عايز تقول ايه لكل من قدم جهد لنجاح هذه البطولة وخروجها بهذا الشكل، بدءا من المسؤولين في الدولة، القيادة السياسية للدولة والقيادات والأجهزة اللي كانت معنية بالتأمين والترتيب والتنظيم والتمويل، كل شيء زي ما حضرتك قلت وفرته الدولة وخرج بأفضل شكل ممكن الحمد لله حتى اللحظة الختامية في هذه البطولة، ومرورا بالشباب اللي تطوع لتقديم شيء لبلده والجمهور اللي التف حول البطولة لنجاحها حتى بعد خروج المنتخب. أولا بنقدم الشكر للقيادة السياسية، لولا الدعم والمساندة من القيادة السياسية ما كانش البطولة دي ليها وجود على الساحة الرياضية في الوقت الحالي. الحكومة المصرية قامت دور كبير جدا في توفير كل الإمكانيات لتطوير الملاعب وإعداد بنية تحتية، طرق، مواصلات، استضافة، كرم ضيافة، ده الدور. والشكر الكبير
لقوات الامن المصرية لان قامت بدور كبير جدا في تأمين البطولة بالشكل الكبير ده. احنا ما كناش حاسين ان في بطولة يا جماعة، يعني في كانت جماهير جاية، انت جالك يمكن فتحت خط طيران مباشر سرب من الطيارات بينك وبين الجزائر، ما حسيتش بحاجة، ما حسيتش ان في مشكلة حصلت في الطرق، ناس ما حسيناش بأي حاجة خالص. ده يدلك على نجاح البطولة، نجاح البطولة مخصصة كل الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية والفريق العمل اللي قام البطولة دي بعيدة عن اتحاد الكورة، لأن الخدمة الوحيدة اللي قدمها لنا اتحاد الكورة في البطولة إن هو بعد تماما بكل أعضائه عن لجان البطولة وتنظيمها. ما بس رئيس الاتحاد المهندس هاني أبو ريدة قال إنه مستمر في عمله في اللجنة المنظمة للبطولة حتى تنتهي، ده كان أمر أو تصريح مصحوبة باستقالته بعد الخروج منه. يعني هو ممكن نقول رئيس شرفي، لكن كان فيه يعني عناصر جادة وبتعمل من وراء الستار كانت هي السبب في نجاح البطولة بالشكل اللي أسعدنا جميعا. حضرتك بتتمنى إتاحة فرص أكبر لشباب وكوادر متميزة ظهرت إمكاناتها زي محمد فضل وغيره من الفريق العمل والله المتميز عندنا اللي كان في البطولة عناصر في الفترة زي الفل، بس ادوهم الفرصة وادوهم العمل وهم ينطلقوا سواء في إدارة اتحاد الكورة أو في لجان اتحاد الكورة، لأن اللجان هي سبب بوظائف اتحاد الكورة. طيب هنتكلم عن المسابقة، مسابقة الدوري العام. حضرتك عايز تقول ايه عن المباراتين القادمتين النادي الاهلي وحديث لسارتي المدير الفني عنها؟ هي مباريات الحسم، دي مباريات البطوله، المقاولون العرب يوم الاربعاء ان شاء الله والزمالك يوم الاحد القادم، شايف المباراتين دول ازاي؟ انا شايف ان البطوله مش هتتحسم الا في ماتش الاهلي والزمالك الاخير، هو دوت الماتش اللي هيحسم البطوله واعتقد ان هم الفريقين سواء الاهلي او الزمالك هم الاحق، زي ما قلنا السنغال والجزائر هم الاحق بالوصول للفاينل، فاعتقد برضو ان الاهلي والزمالك هم يعني الاحق بالوصول الى الاخر مرحله للحصول على البطوله. انا شايف المباراه هتبقى صعبه واتمنى انها تقام بجماهير، يا ريت حتى يعني يكون في فرصه من الجهات المعنيه. اتمنى ان الاستاد يمتلئ بجمهور. يعني احنا خلاص احنا جربنا في بطوله امم افريقيا بقى، مش عايزين نرجع للمنظر الوحش يا استاذ محمد. منظر يعني حضرتك هل بتقول دلوقتي يا استاذ عادل انه خوض مباراه الاهلي والزمالك القادمه قمه الدوري وختام الدوري الممتاز بجمهور محدود او بدون جمهور خطوه للخلف بعد النجاح الكبير اللي حصل؟ يعني أنا على الاقل لو سمحنا لكل فريق ب 10,000 متفرج اعتقد تبقى خطوه كويسه او نبني عليها بقى، لان احنا شفنا جمال الملاعب كانت ازاي في امم افريقيا، ونبقى بنستفيد من قوه الدفع بتاعه الحضور الجماهيري والشكل وجمال حضرت وتعلمنا، وبرضه نمشي بنفس النظام بتاع التذاكر اللي حصل. اعتقد ان هذا هتدي حضرتك عايز تطبق منظومه تذكرتي وكل التفاصيل الخاصه بالحجز رقميا، ممكن مع تسهيل في الاجراءات شويه. يعني ممكن برضه نفكر مع تسهيل في الاجراءات شويه بحيث ان ايه برضه احنا عندنا لسه مشجع كوره مش على درايه كامله بالنت ولا فاعتقد برضو لو سهلنا لهم الموضوع شويه ممكن الموضوع يبقى اكثر نجاحا. طيب فنيا شايف ازاي النادي الاهلي بعد ما ركز خلال فتره توقف الدوري وخلال مسابقات او مباريات كاس الامم الافريقيه 2019 على المعسكر الاوروبي في اسبانيا واللي ردود الافعال له طيبه جدا عند الجهاز الفني واللاعبين؟ انا اعتقد شفت مباراه حتى مع الفريق الانجليزي دوت كان نيوبورت المساواه المساواه كان لحد ما كويس بالنسبه لفتره اعداد. اعتقد برضو ان الاهلي طبعا هو هيكمل البطوله باللعيبه، ما فيش صفقات جديده هتكون موجوده، استفاد جدا من فتره المعسكر دوت، واعتقد انه هيكون ليه مردود كويس ان شاء الله في المباراه اللي جايه. تتمنى ايه لمنظومه الاحتراف في مصر وتطبيق انديه المحترفين وما ينادي به النادي الاهلي على مستوى الانديه في القاره الافريقيه وعلى مستوى الانديه المصريه في المسابقات المحليه، بدء تفعيل منظومه احترافيه او اكثر احترافيه في اداره امور كره القدم؟ ده اللي بينقصنا دلوقتي حاليا، لو في اداره محترفه لكره القدم ما كناش وقعنا في المشاكل دي. المشاكل اللي احنا بنقابلها دي ايه؟ مشاكل في التمويل، في التسويق، باستثناء الاهلي والزمالك كل أندية الدوري ما عندهمش فكر احترافي ازاي في تسويق لعيبته، في تسويق الملعب، في تسويق فانيلته، كله بيعتمد على اللي بيجيله من سواء من الشركة الراعية، لكن كفكر خاص
يمكن اللي سابع عصره في الموضوع دوت النادي الاهلي في المتعه، لان النادي الاهلي عنده رصيد سنوات سابقه خاصه مع كابتن حسن حمدي اللي يعني هو اللي بدا اداره محترفه بشكل حقيقي مع الانديه المصريه. طيب ايه اللي بينقصنا عشان نقدر نطبق ده؟ النادي الاهلي بينادي بتطبيق هذه المنظومه وان كل شيء ياخد الطابع الاحترافي والشكل البروفيشنال الحقيقي في عالم اداره كره القدم من ناحيه شركات كره القدم ولجنه انديه المحترفين اللي بتدير امور المسابقه وبتوزع بينها ارباح هذه المسابقه، شان الدوري الانجليزي او زي البريمير ليج كده. حضرتك تعلم من وقت المؤتمر الصحفي اللي بدا بيه النادي الاهلي هذه الدعوه في 2008 و2009، ايه اللي احنا ممكن يعني ايه العقبه اللي واقفه امام تحقيق هذا الهدف؟ العقبه اللي احنا ما حققناش حاجه خالص. يعني انت عندك لجنه انديه محترفه دلوقتي بتدير الدوري، هو مين اللي بيدير الدوري؟ اتحاد الكوره. اتحاد الكوره لجنه الانديه بتعمل ايه؟ ما لهاش اي دور. لجنه الانديه المحترفه فين؟ ما فيش اي حاجه خالص. حتى لو انت عملت انت ممكن ما تبقاش قادر على اذاعه مبارياتك، بيبقى مجبور عليك ان انت تذيع مبارياتك لقناه معينه. يعني ما بيدكش حتى حريه التسويق المباريات بتاعتك، لا يقول لك بيتدخل في الناحيه الامنيه. انا اتمنى ان نبعد الدوله تبعد تماما عن كره القدم بما فيها النواحي الامنيه. النادي يبقى هو المسؤول عن مبارياته في كافه في من كل شيء، هو اللي يتحمل نتيجه حتى نتيجه جمهوره، نتيجه شغب جمهوره هو اللي يتحمله. لو حصل حاجه من جماهيره يبقى خلاص النادي ده يتعاقب، لكن العقاب الجماعي دوت اعتقد اضر كتير بالكره المصريه. خطوه التنفيذ تبدا منين؟ المبادره، من هو الذي ياخذ المبادره؟ الدوله دلوقتي هل مطلوب منها بعض القرارات الخاصه باداره امور كره القدم واعاده صياغه منظومه الاحتراف في عالم اداره كره القدم؟ مين صاحب القرار؟ لا ده اكيد الدوله. في الوقت اللي احنا فيه دوت لازم يكون الدوله هي صاحبه القرار للتطوير دوت، لكن لان الانديه الوقت بما فيهم اتحاد الكره ما يقدرش. بس انا شايف ان شاء الله يعني في يعني يمكن الموسم الجاي هيحصل شيء من التطوير، لكن مش التطوير اللي احنا بنأمله، لكن هيبقى فيه خطوة للأمام أفضل كتير. في إيه يعني إيه شكل التطوير اللي حاجة في الشركات؟ حتى لو بقيت الأمور كما هي وظلت المسابقة في الموسم اللي هيبدأ قريبا إن شاء الله تحت مظلة أو تحت إدارة اتحاد الكورة، إيه بالرغم من بقاء المسابقة في مظلة اتحاد الكورة وعدم تطبيق لجنة أندية المحترفين وإدارتها للبطولة اللي ممكن يتحسن في البطولة شوية؟ يعني انا برضو شايف ان لازم يكون في لوائح خاصه البطوله دي عشان تتسوى صح. لازم يعني تمشي صح في كل حاجه. يبقى في اللوائح اللي بتبدا بيها تنهي بيها. ما انت ما ينفعش تبدا بلوائحه وفي نص الدوري تغيرها. ما تنفعش تقول حاجه وترجع تغيرها في نص البطوله. لا يعني اتمنى ان يكون في دوري مظبوط محطوط لوائحه من قبل المسابقه، ما مواعيده متحدده تماما، بيبدا امتى بينتهي امتى. كل الحاجات دي لو ضبطتها وعملتها صح هتقدر تسوق صح وتتنقل لمرتبه افضل من اللي انت فيها بكتير. هختتم هذا الحوار بايضا لو عند حضرتك امنيه او مطلب لمنظومه الصحافه الرياضيه والنقد الرياضي والاعلام الرياضي في الموسم القادم، لو كل واحد فينا وكل قطاع بيدور يخلي الامور افضل ازاي في الوسط الرياضي وفي اداره امور الرياضه وكره القدم في مصر، ايه المطلوب؟ أنا أتمنى أن الإعلام الرياضي يكون أكثر حيادية وعدالة. يعني أنا ما عنديش مشكلة في الألوان، لا، بس أنت عايز تبقى إعلامي في قناة النادي الأهلي تبقى إعلامي في قناة النادي الأهلي، يبقى من حقك اللي أنت تدافع عن وجهة نظر أو تتمنى وجهة نظر النادي الأهلي في نادي الزمالك كذلك، في اتحاد الكرة كذلك، لكن ولكن وفقا أيضا لمعايير وأخلاقيات أكيد وقدر حد أدنى مطلوب، المعايير دي مطلوبة جدا، التزام بمعايير دلوقتي. يمكن الإعلام آفة من آفات الرياضة المصرية في الوقت الحالي للأسف الشديد، وإن هو سبب مشاكل كتيرة. لو قدرنا ظبطنا الإعلام الرياضي هنظبط حاجات كتير قوي على الرياضة المصرية عموما. إن شاء الله الموسم القادم يكون أفضل بعد ختام هذا الموسم، ونتمنى أن تكلل جهود فريقنا طبعا الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بحصد بطولة الدوري العام، البطولة المحببة أو المفضلة لجماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر، من خلال الحسم إن شاء الله لو وفقنا في الفوز في اللقاءين القادمين أمام كل من المقاولون العرب ثم مباراة القمة أمام الزمالك مساء الأحد القادم إن شاء الله. بشكر حضرتك على وجودك معنا، شكرا جزيلا لك الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عادل أمين. شكرا جزيلا. شكرا.
مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعة. نهاية هذا اللقاء وبشكر ضيفي الكريم الناقد الرياضي الأستاذ عادل أمين. ابقوا معنا، فقراتنا مستمرة بعد الفاصل. زميلي العزيز عمر ربيع ياسين مع واحد من نجوم المنتخب الوطني والنادي الأهلي والكرة المصرية سابقا، الكابتن أسامة عراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ومكملين معاكم في الجزء الثاني من الأهلي ليلة وفقرة حوارية فنية نتكلم فيها في الأمور الفنية الخاصة بمباراة المقاولون العرب والنادي الأهلي إن شاء الله، في المباراة اللي بإذن الله تعالى نتمناها تكون حاسمة للقب الدوري العام رقم 41 في تاريخ النادي الأهلي. وأيضا هنتكلم على البطولة الأفريقية، أنا عارف إن الكلام في البطولة الأفريقية بقى كتير، لكن لازم نستغل وجود نجومنا اللي بيكونوا مشرفينا ومنورنا في الاستوديو علشان نعرف منهم الانطباع من البطولة الأفريقية ونسألهم بعض الأسئلة الفنية اللي بيحبها الجمهور ولازم يستفيد الجمهور منها من خلال تواجدهم هنا معنا في قناة النادي الأهلي. معنا واحد من نجوم النادي الأهلي ونجوم منتخب مصر وأيضا كابتن الأهلي وكابتن منتخب مصر، الكابتن أسامة عربي. كابتن أسامة برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أخبار حضرتك إيه؟ الله يخليك. منور يا كابتن. أنت منور بوجودك. حظي دايما بيكون حلو لما بكون موجود مع حضرتك. قامة كبيرة في كرة القدم وبستفيد يا كابتن فنيا ومعنويا يا كابتن كتير. الله يخليك. ربنا يخليك كابتن أسامة. طبعا إحنا داخلين في مرحلة مهمة جدا للنادي الأهلي ومباراة حاسمة للقب الدوري المصري الممتاز، لكن في البداية ومع انتهاء البطولة الأفريقية لازم أروح مع حضرتك سريعا للبطولة وتقول لي رأي حضرتك في البطولة بشكل عام، وهل وجود 24 منتخب في البطولة الأفريقية قلل من القوة اللي احنا كنا بنشوفها قبل كده؟ البطولة بشكل عام تقدر تقول جيدة، لكن ما كانتش جيدة جدا أو ممتازة، يعني المستوى كان فوق المتوسط. لما تشوف مباراة المجموعات، مباراة دور ال 16 بعد كده الثمانية وقبل النهائي والنهائي، هتلاقي عدد الماتشات يعني كان فيها مستوى عالي من الفريقين عدد مش كبير. في مباريات كتير كانت بتحسم وباين قوي ان الفرقه راكبه قوي المباراه. في مباريات الفرق نفسها ما ادتهاش بمستوى جيد طوال البطوله، يمكن في مباراه بتعلى قوي، مباراه تقل قوي، كان في تذبذب في مستوى الفرق باستثناء يمكن الجزائر والسنغال. حتى يمكن الجزائر في المباراة الأخيرة، لكن دي كانت مباراة نهائية لما نيجي نتكلم عليها. فالمستوى كان جيد لكن ما وصلش للي احنا كنا متوقعينه، كان المفروض المستوى يبقى أعلى من كده لفرق كتيرة جدا في البطولة لها تاريخ، طبعا على رأسهم المنتخب المصري برضو لما نيجي نخش في ومنتخبات أخرى ما ظهرتش بنفس المستوى، لكن يمكن الفرق الصغيرة ابتدت يبقى ليها شكل الفرق الجيدة في إفريقيا. الأول كان الفرق الصغيرة بتتغلب بسهولة جدا بكل بساطة، لما نيجي نتكلم على مدغشقر، على بنين، على بروندي، على ناميبيا، على كل الفرق دي كانت بتتغلب بسهولة جدا. يمكن ده حصل تحسن في مستوى أدائهم، لكن المستوى برضو اللي لسه في النهاية ما يقدروش يكملوا للآخر، ويمكن ده قلناه قبل البطولة ان المربع الذهبي او المباراة اللي هيوصلوا للمربع الذهبي والمباراة النهائية هي الفرق الكبيرة. وده حصل فعلا، يمكن اختلفت فرقة او حاجة او فرقتين عن التوقع، لكن هم الاربع فرق برضو الفرق الكبيرة، الجزائر، السنغال، تونس، نيجيريا، من القوى الكبيرة في افريقيا. طب هل تونس يا كابتن أسامة صعدت بعد التوفيق وبعد الحظ، ولا حضرتك شايف ان منتخب تونس كان يستحق التواجد في المربع الذهبي؟ لا، هو تونس ابتدوا بدايه وحشه في دوري المجموعات، في الثلاث مباريات اللي لعبوها ثلاث تعادلات مع جنوب افريقيا ومع انغولا ومع
كان معاهم اعتقد بنين كان معاهم. المهم اربع ثلاث ماتشات تعادلات، ما كانش المستوى كويس، ورغم انه المستوى مش كويس وصلوا تاني بثلاث نقط، ودي برضو غريبه شويه. لكن لما ابتدوا دور ال 16 ابتدى المستوى يرتفع الى حد كبير. يعني في مباراه غانا ادوا بشكل كويس، في مباراه مدغشقر كسبوها بكل سهوله 3-0، مباراه السنغال قبل النهائي عملوها كويس خاصه الشوط الثاني، ولكن السنغال كان متفوق اكتر وقدر يكسب في الشوط الثالث. فهما من دور ال 16 ابتدى المستوى يتحسن. لكن الكابتن كان معاها بروندي وانجولا بروندي ومالي، ايوه تعادلوا الثلاث فرق دول اللي انا بقول لحضرتك عليهم. يعني او بنتكلم على انجولا ومالي وبروندي، منتخب التونسي كسب مباراه واحده بس في دور لا الدور الاولاني، تعادلوا ثلاث مباريات. مظبوط يا كابتن صح. 1-1 امام منتخب انجولا، انجولا ومالي وموريتانيا. اول مباراه انتهت 1-1 امام انجولا، المباراه الثانيه 1-1 قدام مالي، والاخيره 0-0 قدام منتخب موريتانيا. مظبوط. لكن المستوى اتحسن بتاعهم من دور ال 16، لكن ما كانش يعني من الفرق اللي كان ممكن ما توصلش دور الاربعه. يعني في فرق زي المغرب، زي الكاميرون، زي مالي، كان ممكن جدا يتواجدوا في دور الاربعه. لكن المنتخب التونسي تحسن كتير جدا بعد الدور الاولاني بدوري المجموعات، في مباراه غانا، ثم مباراه مدغشقر، ثم مباراه السنغال اللي هم خرجوا فيها، وحتى في مباراه نيجيريا وتونس الاخيره اللي هي على الثالث والرابع. يمكن المباراه بقى عشان ثالث ورابع كانت يعني بتلعب باحباط شويه. الفرق لما بتخرج ما بتلعبش على النهائي، خلاص الثالث والرابع بيلعبوا لعب مفتوح ولعب فيه كده، تحس فيه راحه في اللعب. يعني سواء الفريقين بيمتعوا نفسهم، يعني من الاخر ممكن يكون بيمتعوا نفسهم شويه يا كابتن، على قد ما هم بيلتزموا شويه بالاصرار وبالعزيمه اللي كانت بتبقى موجوده في دور قبل النهائي نفسه. مظبوط. فتونس من دور ال 16 من الدور الثاني بعد دوري بعد دور المجموعات قدوا مستوى كويس، ولكن كان في فرق كان ممكن توصل لدور الاربعه زي ما قلت لك، المغرب، كاميرون، مالي، بس هو حظهم. المغرب في مباراه بنين كان حظها سيء جدا، اللي هم تعادلوا فيها وبنين كسب ضربات الجزاء. المغرب كان افضل في كل حاجه، ويمكن يعني هي المغرب مباراه حظ فقط. لكن مستوى المغرب الفني اعتقد كان افضل من بنين. مظبوط. وجالهم هدف في الشوط الاولاني واتلغى بدعه التسلل، حتى الفار ما كانش طبق. جالهم ضربه جزاء حكيم زياش ضيعها في اخر دقيقه. كان في عدم توفيق فقط لا غير في مباراه كذلك الكاميرون، ومباراه اللي هي يمكن من احلى المباريات اللي اتلعبت في البطوله، نيجيريا والكاميرون 3-2. نيجيريا الهدف الثاني بتاع التعادل اوفسايد. المستوى كان يعني نيجيريا والكاميرون كان قريب اي حد فيهم يوصل، بس هم حظهم انهم وقعوا مع بعض في دور ال 16. مش شايف يا كابتن ان الكاميرون وتعاقدها مع سيدورف وكلايفرت كان شيء مبالغ فيه؟ ان هم ما عندهمش خبرات افريقيه قبل كده، هم اهتموا بالاسماء اكتر ما اهتموا بالخبرات اللي موجوده، عكس السنين اللي كانت قبل كده ان الكاميرون كانت شاطره جدا في اختيارها المدربين اللي عندهم درايه كامله وخبره كامله، سواء في اللي هم بيتكلموا لغه فرنسيه، بيتكلموا لغه انجليزيه. فراي حضرتك في اختيار الفني المنتخب الكاميرون ايه؟ لا يعني هم برضه يعني سيدورف برضه اشتغل في اكتر من نادي قبل كده كبير، الخبره الافريقيه ماشي، لكن ما اقدرش تقول في مباراه يعني نيجيريا والكاميرون، يعني ماشي نيجيريا يمكن كانت افضل شويه بسيط، لكن المباراه كانت رايحه جايه. حتى يعني نيجيريا تعادلت في الدقيقه تقريبا 75 بهدف اوفسايد لايجالو المهاجم السنغالي، المهاجم النيجيري. يمكن لو كانت تقنيه الفار موجوده كان الهدف ده كان هيتلغي اكيد، لانه كان اوفسايد اللي تعادلوا بيه. تمام. فيعني الكاميرون كان ممكن يوصلوا، سيدورف مدرب كويس، لكن عدم التوفيق برضه فرق. موضوع الخبره الافريقيه هل ده في ناس بتبدا في افريقيا يعني بدري وبتوفق طيب وبتكسب. انا اللي انا عايز اقوله
بما ان حضرتك موجود معايا وحضرتك راجل مدير فني وراجل عاصرت سواء حضرتك لاعب او حضرتك مدرب، يعني دربت كل المراحل، دربت في فرق ناشئين، دربت في الدرجه الثانيه، دربت في الممتاز، دربت مع مدربين اجانب. هل يا كابتن دلوقتي لو انا عايز ابدا وعايز اخوض تجربه في مكان انا ما عنديش خبرات فيه، هل ابدا في فريق كبير ولا ابدا في فريق صغير علشان ابدا اكتسب الخبرات واطلع السلم من اوله لحد ما اوصل للنهايه؟ ودي النقطه اللي بتكلم حضرتك فيها. ليه سيدور حضرتك بتقول في ناس بتبدا، طيب هل البدايه مع فريق كبير ده ناخد الصدمه في الاول بتاثر عليا، بتاثر على سمعتي التدريبيه، ولا ممكن اتعلم منها، ولا الافضل ان انا ابدا من تحت عشان لما اوصل لفوق اكون واقف على رجلي؟ لا، يمكن الموضوع اختلف في السنين الاخيره. يمكن زمان كان بيتقال انك لازم تبدا واحده واحده وفرق صغيره وبتاع. احنا شفنا في دلوقتي مدربين كتير بيشتغلوا يعني بسرعه. طب تعالى ناخد لكن تعالى ناخد اسم كابتن زيدان. ايوه بدا منين يا كابتن اسامه؟ بدا من فريق الشباب في ريال مدريد، صح؟ ماشي. وبعد كده مساعد مدرب لكابيلو، سوري انشيلوتي، وبعد كده بقى المدير الفني ريال مدريد. فهل حضرتك شايف ده تدرج طبيعي للمدير الفني ولا ممكن يبطل؟ هو الافضل الافضل طبعا انك انت تاخد خبرات في فرق اقل، في فرق ناشئ المراحل السنيه العمريه الصغيره، فرق في المستوى مش الفرق الاولى قوي، فرق صغيره، وتاخد خبرات وبعد كده تخوض التجربه مع الفرق الكبيره. لكن احيانا برضو بتبتدي مع فرق كبيره وبتنجح، يعني في تجارب برضو نجحت بالشكل ده. ف سيدورف مدرب كويس، لكن زي ما قلت لك التوفيق برضو مهم، زي ما قلنا على المغرب رينارد مدرب كبير وواخد بطولتين افريقيا، ولكن حظه مع بنين اللي هي يعني يمكن تاريخها قليل قوي في افريقيا، وكان التوفيق مش معاه وخرج من دور ال 16. ف مش شرط اللي هي الـ البدايه مع الفرق الصغيره الاول، لكن الافضل تمام. لكن ممكن في ناس بتنجح على طول لما بتشتغل في مع فرق كبيره مره طبعا. واحدة. فانا اتكلمت على المغرب والكاميرون ومالي، لان مالي ادوا بشكل كويس قوي طبعًا. وفي مباراة ساحل اللي هي كوت ديفوار اللي هم خرجوا فيها برضو كانوا لا يستحقوا الخروج، كانوا أفضل طبعًا. كتير طبعًا في دوري في المجموعات الأول كانوا هايلين، وكانوا الأول على المجموعة كانوا طبعًا الحصان الأسود. وفي مباراة كوت ديفوار كانوا أفضل كتير جدًا من كوت ديفوار، ولكن كوت ديفوار قدروا يجيبوا جون وحافظوا عليه لغايه لما المباراه انتهت. فمالي برضو من الفرق اللي ادت كويس، وكانت ممكن لو عدت كوت ديفوار تستمر لدور الاربعه. فالثلاث فرق دولت انا شايف ان هم كانوا ممكن يكملوا الابعد من كده، اللي هم المغرب ومالي والكاميرون. لكن ايضا زي قلت لك الاربعه اللي وصلوا الجزائر والسنغال هم الافضل ويستحقوا الوصول للمباراه النهائيه. نيجيريا مش نيجيريا، يعني نيجيريا المفروض يبقوا افضل من كده. لعبوا بعض المباريات بصوره جيده، وفي مباريات ادوها بشكل سيء جدا. يعني مباراه الجزائر مع نيجيريا قبل النهائي، المباراه وان سايد جيم للجزائر، نيجيريا لم تفعل اي شيء، يعني تسديده واحده اللي هي كمان ما كانتش رايحه، يعني الجون كان يصدها بسهوله، اللي هي اتعادلوا بيها، اللي ضربت في ايد عيسى مندي قلب الدفاع الجزائري، متشاطه من مسافه بعيده والراجل بيرفع ايده كده. لكن الجزائر كانت مسيطره على المباراه تماما، وكانت كسبانه واحد، والتعادل ده حصل. ثم محرز قدر يجيب هدف عالمي في اخر دقيقه من فاول يعني. فنيجيريا كان المستوى متباين، لكن برضو تقدر تقول انها من الفرق اللي تستحق توصل للمربع الذهبي، وخدت الثالث. زي ما اتكلمنا، بس يمكن تونس المستوى كان في دوري المجموعات اقل، وابتدوا يتحسنوا تدريجيا، لكن في النهايه هم اربع فرق برضو من الفرق الكبيره في افريقيا يعني. ده بالنسبه لتونس والمغرب والفرق اللي خرجت يعني. طيب كابتن اسامه، يعني اقامه البطوله في شهر يونيو أو في شهر يوليو بعد انتهاء الموسم الكروي الأوروبي، هل حضرتك شايف ده في صالح الكرة الأفريقية ولا مش في صالح الكرة الأفريقية؟
بسبب الإجهاد. ده بالنسبة للنقاط السلبية، الإجهاد اللي موجود في أوروبا واللعيبة اللي موجودة في أوروبا، بالتالي ممكن نشوف بعض الإجهاد اللي ممكن يبان على بعض اللعيبة. لكن في نفس الوقت في إجابات أخرى، زي أن اللعيبة كلها بتكون متواجدة، اللاعب بيكون مركز تماما مع المنتخب، ما بيكونش في تعارض ما بين مصلحة النادي ومصلحة المنتخب، وبالتالي بيكون في راحة تامة للمنتخبات الوطنية في اختيارات اللعيبة المشاركة في أمم أفريقيا. زي ما أنت قلت كده، في إيجابيات وسلبيات ليها. يعني التجربة في يونيو أو في يوليو لها إيجابيات وسلبيات. سلبياتها أول حاجة طبعا الحرارة اللي تبقى موجودة، ويمكن كمان مصر من الدول طبعا حرارة فيها في الشهر ده عالية، ولكن برضو من الدول المعقولة جدا. يعني أنت لما تخش في دول إفريقية أخرى في التوقيت ده الحرارة هتبقى عالية جدا، والرطوبة كمان هتبقى موجودة، فهي دي هتبقى مشكلة بعد كده أكتر. وكنا بنحسها في المباريات اللي بتقام الساعة 4:30 في الدور الأول، كان باين جدا تعب على لعيبة كتير، الجهد البدني كان بيبقى أقل، الحماس كان بيبقى أقل، بيحاولوا طبعا لكن مش زي من المباريات اللي كانت بتتلعب في الليل يعني. فطبعا درجة الحرارة كانت مؤثرة في التوقيت ده. انتهاء الموسم الأوروبي اللي أنت قلت ميزة إنه كل الناس متواجدة، ما بيبقاش فيه بقى حجج للفرق إنه لعيبتنا مش هتبقى موجودة، الفرق الأوروبية يعني، أو النجم الفلاني مش موجود، أو واحد يعتذر، أو واحد يحصل أي مشكلة يعني. فدي نقطة إيجابية. لكن السلبية بقى إنه بيبقى نهاية الموسم بعد عدد مباريات كتيرة جدا 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 في الدوري الأوروبي أو حتى الدوريات الأخرى، وبالذات كمان الفرق اللي بتشارك في بطولة أوروبا، وتبقى العملية مجهدة جدا بالنسبة لهم مش في الدوري بس. فدي النقطة السلبية. لكن المشكلة الأكبر أنا شايف اللي هي درجة الحرارة بعد كده في القارة الإفريقية، في البلاد بقى اللي هتلعب فيها البطولة بعد كده. يعني كان في يناير قبل كده طبعا كان بيبقى موسم شتاء في معظم الدول الإفريقية، ودرجة الحرارة بتبقى أقل يعني. دي نقطة طبعا. طيب كابتن، أنت سألتني سؤال، بس أنا بتكلم عليها الـ 24 فرقة، 24 فريق. أنا ضد موضوع 24 فريق. أنا شايف إن هو موضوع مادي أكتر منه فني. هو موضوع إن الاتحاد الإفريقي نعمل ترضية ومكسب مادي طبعا، لأن الكورة بقت صناعة وفيها مكاسب مادية. فطبعا أنت كل ما بتزيد عدد الفرق المشاركة نسبة المشاهدة بتزيد، حتى الإعلانات هتبقى أكتر لأن عدد الماتشات بيبقى أكبر. فهي أنا شايف إن هي يعني ماديا أكتر استفادة منها، ماديا أكتر منها فنيا. 24 عدد كبير جدا، أنت كل الدول الإفريقية حاجة و50 دولة، يعني نصهم بيلعب نهائيات يعني كتير جدا. يعني أنا شايف كان 16 فرقة حاجة كويسة قوي، بيطلع فرقتين من كل مجموعة. أولا الوقت بيبقى أقصر، عدد الماتشات مش هيبقى مجهد كده للعيبة. أنت اللي بيوصل للنهائي والقبل النهائي والتالت والرابع بيلعب 7 مباريات، أنت هتقل عدد المباريات واحدة أو تقريبا مباراة، ودي برضو مهمة في 25 يوم دولت. الفرق اللي هي مستواها قلنا تحسن، ولكن في النهايه برضو لسه ما وصلتش للمستوى الكبير قوي، بتضعف البطوله شويه، عدد المباريات الحلوه بتبقى اقل. حاجه ثانيه، انت بتضطر في 24 فرقه ان تاخد 4 فرق احسن توالد، فاحسن توالد انت كأنك بتعيد الدوري المجموعات تاني في الدور اللي بعده. انت بتاخد 3 فرق من 4 مجموعات من الست، كتير جدا يعني. انت في فرق كانت ممكن جدا توصل بتعادلين بس، يعني في مجموعات ده كان ممكن جدا واحد تونس 3 تعادلات وصلت تاني، ده وصلت تاني كمان مش وصلت تالت، وصلت تاني لان مجموعتهم وصل منها 2 بس. فانا شايف ان عدد 24 فرقه كتير، زي ما انا شايف برضو ان كاس العالم 32 فرقه بقوا كتير جدا،
كاس العالم لما كان اقل من كده كان افضل في المستوى. و 32 دول عايزين عايزين يظلموا 48 منتخب. طب 48 منتخب يعني العالم كله هيلعب يعني. احنا كام ده كام دوله في العالم؟ 119 تقريبا او يعني 100 وشويه. هتلعب 8 هتلعب 50% من الفرق هتلعب نهائي كاس العالم. فده كل ده موضوع تسويقي مش موضوع مش موضوع فني خالص مش موضوع فني. في ناس بتقول في رأي بيقول ان في فرق تحسنت. ماشي تحسنت بتلعب في التصفيات تلعب تزود من التحسن اللي عندها ده عشان توصل للنهائيات. لكن انا مش هجيبهم عشان تحسنوا واروح انا هخلي بقى كاننا بنلعب دوري يعني في الدوري عام بقى يعني 24 فرقة يعني كتير جدا. فانا شايف انه العدد كبير يعني. كابتن أسامة منتخب مصر عشان ما ينفعش ان انا اعدي امم افريقيا من غير ما اتكلم على منتخب مصر. هل حضرتك شايف ان خروج منتخب مصر فقط هو عامل فني؟ ولا الضجه اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت والحوارات اللي حصلت هي احد اسباب خروج منتخب مصر من البطوله؟ وعايز اعرف رايك في بدون يعني دخول في تفاصيل يعني هل حضرتك شايف الازمه الاخيره اللي حدثت داخل معسكر المنتخب ممكن تسبب ازمات في فريق كرة القدم بما ان حضرتك راجل مدير فني؟ وعايز اعرف تعامل حضرتك معاه يكون عامل ازاي؟ يعني لما تشوف تصرفات وان حضرتك شايف ان اللعيب ممكن تستبعده وبعد كده يرجع تاني وبعد كده يتوقف من دور المجموعات بعد كده يرجع في دور الـ16، هل الكلام ده كله يا كابتن كده المهاترات دي كلها ممكن تأثر على الفريق حتى لو فنيا ماشي كويس؟ اه طبعا مفيش شك. اي اولا هتكلم على النقطه دي الاول قبل الفنيات. اي فرقه ومعسكر بتاع ممكن يحصل فيه بعض المشاكل. تمام. ده يعني طبيعي. تمام. طبيعي بيحصل خناقه بين لاعب واخر وممكن يمسكوا في بعض بس بتتحل. صح. ممكن يحصل مشاده بين مساعد مثلا مدرب او مدرب ولاعب. ممكن يعني بيحصل الحاجات دي بتحصل. هي المشكله في موضوع ورده انه احنا كبر قوي 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 قعدنا نكبر فيه ونضخم فيه قوي 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 وما لمناهوش بسرعه. الطبيعي انا وجهه نظري وخاصه لما نيجي نتكلم على موضوع الاختيارات من البدايه انت زنقت نفسك في الاختيارات ولما جيت تقدر الموضوع بتاع ورده خدت فيه قرار متسرع اللي هو استبعاده من المعسكر. يعني قرار استبعاده من الاول من وجهه نظري كان خاطئ. كان ممكن جدا يعلن عن خصم مادي انه ده موقوف المباراه بتاع الدوري تكمله المجموعات وهيلعب من الدور اللي بعده مباراه واحده او خصم مادي والموضوع كان يتقفل عليه وخلاص ويتلم سريعا. احنا قعدنا نتكلم فيه نتكلم فيه ونكبر وكبر كبر 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 ورحت انت واخد قرار قوي جدا وبعد كده بعد يوم تراجعت فيه. هي الغلطه هنا بقى من الاول ما كانش القرار ده يتاخد ولما جيت ترجع في القرار كان غلط. طيب كان غلط طيب. انك ترجع بقى خلاص. هقف معاك في النقطه دي. ايوه. مين يا كابتن اللي استبعد او مين اللي في ايده ان هو يستبعد لاعب؟ هل الجهاز الاداري لوحده ولا الاتحاد الكره لوحده ولا المدير الفني لوحده؟ لا كلهم مجتمعين. هقول لك ازاي. في حاجات بتبقى داخله تحت اطار مسؤوليه اولا المدير الفني بالنسبه للمنتخب هو رئيس هو رئيس بالظبط كده. ما انا عايز هو رئيس حضرتك كل هو رئيس الجمهوريه بتاعه الفريق. طبيعي يعني هو المسؤول الاول. الاداري بيبقى عامل مساعد. اتحاد الكوره طالما وصلوا للبطوله عامل مساعد هو اللي هو الاساس. ولكن في امور في حاجات هو ياخدها دايركت ومش بتاعه اتحاد الكوره ومش بتاعه اي حد تاني. طبعا بيتناقش مع الجهاز الاداري بتاعه والجهاز الفني. لكن في امور ساعات بتبقى اكبر او خارج نطاق المدير الفني. فممكن جدا انت كرئيس نادي كرئيس اتحاد او اعضاء اتحاد تاخد قرار من وجهة نظرك انه ده حاجة ملهاش علاقة بالناحية الفنية بس. ده ممكن يكون قرار احنا شايفين انه ده قرار تربوي مثلا. طيب او ده قرار
يؤثر على الفريق أو المنتخب. الفريق يؤثر على الرأي العام، يعني في حاجات بقى أكبر، فلازم هيبقى القرار مشترك بين الاتحاد هيقنع المدير الفني أو المدير الفني هيقنع الاتحاد. في النهاية ممكن جدا يبقى القرار من المسؤولين الاتحاد طيب. لو هم مسؤولين مجلس الإدارة. كابتن أسامة عربي دلوقتي لو هو موجود مدير فني للمنتخب وحصل معه موقف أن اتحاد الكورة استبعد لاعب واتفق مع كابتن أسامة عرابي ان المدير ان اللاعب ده هنستبعده بسبب 1 2 3 واتفقتوا خلاص على انه كابتن أسامة والاتحاد هيستبعدوا اللاعب ودخل لحضرتك كابتن الفريق واثنين كمان من اللعيبه وطلبوا من حضرتك العفو عن اللاعب، هل كابتن أسامة هيوافق ولا خلاص القرار اتاخد ومفيش فيه رجعه؟ ولو رجعنا فيه هيأثر على شخصيتي وهيأثر على الرأي العام وهيأثر على مدى مصداقيتي عند اللعيبه وعند الجمهور وهيكونوا عارفين ان انا مدير فني عندي شخصيه ممكن اخد قرار وممكن ارجع فيه. فعشان كده حضرتك قلت من الاول القرار اصلا كان فيه تسرع كان لازم يتم دراسه الموضوع بشكل افضل من كده لكن اخذوا القرار فكابتن اسامه هيعمل ايه في اللحظه دي؟ ما هي كون اللعيبه او كابتن الفريق او اللعيبه تدافع عن زميل ليهم او ده طبيعي، ما انا شايف انه في حاجه تقلل منهم ماشي. عادي جدا ان اللعيبه ممكن في مواقف معينه ودايما بتحصل على طول في مجتمع اللعيبه يعني انه انت بتاخد جزاء على حد ممكن لعيبه او كابتن الفريق او مجموعه لعيبه الكبار يجوا يقول لك مثلا كذا ويتناقشوا معاك ودي على فكره حاجه مش عيب، ولكن حجم المشكله ايه ومين اللي خد القرار مع المدير الفني؟ حلو قوي. هل هو المدير الفني بس وهو طبعا. مش طب انا ما انا بقول لك هل هو المدير الفني بس وهو شايف انه ممكن يتم العفو ولا الموضوع كان اكبر منه من الاتحاد اللي هو اللي واخد القرار مع المدير الفني والقرار ما يبقاش فيه رجعه؟ فهي دي النقطه، يعني انا لو انا واخد القرار وشايف انه من غير الاتحاد وشايف انه يعني مثلا واحد زعق مع زميله وضربوا بعض مثلا فانا خدت قرار وبعدين جاني عفو طيب والله طيب خلاص انا هخصم منه مثلا انه هقلل البتاع بس يكونوا موجودين مثلا معي. ممكن جدا، لكن الموضوع ممكن يكون الاتحاد دخل فيه، اعضاء الاتحاد دخلوا فيه او رئيس الاتحاد دخل فيه مع المدير الفني يبقى كان من باب اولى انه حتى هم بتوع الاتحاد نفسهم هم اللي واخدين القرار مع المدير الفني يقولوا لا، حتى لو المدير الفني قال يقولوا لا خلاص ده قرار لازم كابتن الاتحاد يكون والمدرب اقوى من اللعيبه في الشخصيه. هل حضرتك شايف ايوه ده طبيعي لازم يبقى اقوى في الشخصيه يعني كابتن اسامه ولكن لو حصل اتفضل يا كابتن لا ما هو بص لازم يبقى شخصيه اقوى من اللعيبه ولكن في حاجه نقطه مهمه جدا برضو لازم الناس تفهمها، مش معنى انك انت كاتحاد او مدير فني اقوى شخصية من اللعيبة انك انت تكون متعنت في امور ممكن التفاهم فيها، يعني خلي بالك من دي متفق يعني معك في امور ما انا بقول لك عشان كده زي ما ممكن لعيب بيجي يتكلم مع المدير الفني وما كانش بيلعب مثلا ويتكلم بطريقه فيها حدية بس شوية. بينه وبينه تمام غير مثلا لما يعملها قدام الناس قدام راي عام او الناس او اللعيبه زمايله لانه الموقف ما بقاش بتاعك انت بس ما بقاش هياثر عليك انت بس هياثر على المجموع انه شافوا مثلا اللعيب بيتكلم بطريقه وحشه فكلهم خلاص طب اي حد هيعمل بقى كده لو انت ما عاقبتوش او انت ما عرفتوش. لكن ممكن جدا لو بينك وبينه يعني او في اوضه مغلقه ممكن القرار اللي انت هتاخده يبقى اخف فاللي انا عايز اقوله انه اتخاذ القرار كان فيه تسرع ولما خدوه ما كانش ينفع يرجعوا فيه بقى تاني خلاص. يعني كابتن أسامة عربي لو مدير فني المنتخب وحصل قرار زي كده ورجع كابتن الفريق واللعيبه المهمين في الفريق دخلوا لكابتن أسامة عربي قالوا له ممكن تعفو عن اللعيب، هيقول لهم القرار اتاخد خلاص بلا رجعه، نبص لقدام ونكمل في المسيره. ما ايوه كده صح كده؟ طالما لكن لو دخلوا بالشكل ده لكن لو دخلوا قبل ما القرار يتم اعلانه أيوة. كابتن أسامة هيفكر ايوه ويبدأ هو ده ان هو يحلل الموضوع كويس ايوه هي دي النقطه ان القرار كان اتاخد
يعني ده اثر يا كابتن على الفريق بقى فنيا في الملعب، عشان نربط العامل النفسي والعامل المعنوي بالعامل الفني جوه الملعب. هل قرار زي ده او هل مشكله زي دي ممكن تكون اثرت على اللعيبه فنيا جوه الملعب، واثرت على مدى العلاقه بين الجمهور وبين اللعيبه في الملعب بعد الاشارات اللي احنا شفناها والاعتراضات اللي ممكن نشوفها من لعيبه المنتخب تجاه الجمهور ان احنا مش سامعينكم مش شايفينكم؟ هل ده ممكن ياثر فنيا يا كابتن اسامه؟ لا، مش هو الموضوع ده مش هو اللي اثر على مستوى المنتخب، لانه مستوى المنتخب كان في قلق من قبل البطوله ما تبدا. تمام. يعني حتى في اخر مباراتين وديتين اللي هم مع تنزانيا وغينيا كان واضح انه في قلق في التشكيل، في قلق في التغييرات، في البدلاء، في يعني واضح ان في حاجه مش مظبوطه. ولكن كان يقال او الناس بعض الناس يعني كانت بتدي العذر، يقول دي مباريات وديه ممكن في اثناء البطوله الاداء يتحسن. ولكن اللي حصل انه انت ابتديت بماتش زيمبابوي لعبت ربع ساعه تلت ساعه كويس، وطول طول المباراه منتخب زيمبابوي مسيطر على المباراه، ويمكن دي كمان يمكن اكتر مباراه خلقنا فيها فرص، سواء في الشوط الاولاني اللي احنا كنا فيه احسن، وحتى في الشوط الثاني اللي منتخب زيمبابوي سيطر على اللقاء كان لينا كور خطره لمحمد صلاح كورتين يمكن شاطهم باليمين. المهم انك انت المستوى ما كانش عالي. قلنا اول مباراه هتيجي لتاني مباراه اللي هي مباراه الكونغو المستوى اقل من مباراه زيمبابوي. منتخب الكونغو كان افضل من منتخب مصر طبعا. منتخب الكونغو حتى الهدف الدقيقه 35 اللي احنا احرزناه الاولاني محمد صلاح تقريبا اللعب في اتجاه، وقلنا محمد الشناوي نجم المباراه، في اتجاه المرمى الشناوي واكتر من كوره وكورتين في العارضه وفي القائم وفرص كتيره ضايعه والموضوع كان في اتجاه الكونغو خالص. فالمباراه بتاعت الكونغو جت اقل من مباراه زيمبابوي. جت مباراه اوغندا اقل من مباراه كونغو. برضه سيطرة يعني المنتخب يعني مستوى كابتن بدل ما يكون متحسن. أيوة يعني تراجع بيتراجع. تراجع يعني مستوى تراجع في مباراة الكونغو وأوغندا. مباراة جنوب إفريقيا شوف رغم إن احنا اتغلبناها، عشان كان بيقال إيه؟ كان يقال إنه مش مهم احنا بنكسب. لا، كان في جرس إنذار والناس كلها كانت بتقول إن احنا أدأنا في مشاكل كتيرة، وخاصة إن احنا مش قادرين نسيطر على ولا مباراة. يعني السيطرة وفي وسط الملعب ولعب المجموعات ولعب في ضغط ولعب كان للفرق الأخرى في الثلاث مباريات بس بنسب يعني في مباراة زيمبابوي ومباراة الكونغو ومباراة أوغندا كان في جرس إنذار. كان بيتقال إيه؟ لا، ما احنا كسبنا وخدنا 9 نقط. ما انت ما كسبناش وخدنا 9 نقط لمجرد ان احنا متفوقين قوي. احنا برضو ربنا كرمنا كده من واسع. لا، وفي توفيق طبعا، في واحد امكانيات زي محمد صلاح بيعرف يجيب لك جون في اوقات صعبه جدا في مباراه الكونغو وفي مباراه اوغندا. في بعض افراد كانوا بيبقوا متفوقين فانت بتوفق. في عدم توفيق للفرق الاخرى في فرص بتضيع كتيره جدا. يعني كم الفرص اللي راح في مباراه زيمبابوي والكونغو اوغندا على مرمى الشناوي كان كبير. ولذلك الشناوي افضل لاعب في تقريبا في الاربع مباريات طبعا في يعني في الشناوي كابتن عنده من 4 ماتشات استقبل هدف واحد فقط لغير. الشناوي متصدي 16 صد في البطوله، هو اكتر عدد لحارس مرمى من حيث التصديات في بطوله افريقيا 4 ماتشات بس يا كابتن. ايوه، فده بيأكد كلام حضرتك. فكان باين في دوري المجموعات في الثلاث ماتشات دول في المرحله الاولى. لما جيت في مباراه جنوب افريقيا، على فكره مباراه جنوب افريقيا مش اقل في المستوى من مباراه اوغندا ولا الكونغو، بالعكس ده في فترات منتخب مصر لعب فيها بشكل احسن من مباراه الكونغو واوغندا. ولكن اللي فرق ايه؟ ان جنوب افريقيا وفقت عن، لان التوفيق ده عنصر مهم، وفقت عن 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 فريق اوغندا وفريق الكونغو في مباراتهم معانا. يعني هم كمان
في مبارياتهم ما لعبوش اقل من جنوب افريقيا، وراحوا فرص يمكن اكتر من جنوب افريقيا، ولكن هي كل الموضوع اللي حصل في الفرق بين جنوب افريقيا والمباراتين اللي قبليه ان جنوب افريقيا بس وفقت في التهديف، انت كان بيروح عليك فرص كتيره صح. فاللي انا اقصده ان الـ الـ ان سوء المستوى ما جاش عشان مشكله ورده، لا كان باين من ايده قاعدين بره ومتعب بيلعب ساعات، بركات قاعد بره واحمد فتحي بيلعب طبعا، ده ليهم تاثير غير طبيعي، فهي مش ال11 بس، ال11 لانك انت في اي لحظه هو حجازي مش اتخبط في اول مباراه وكان ممكن ما يكملش كويس. مش جنش ربنا يشفيه جاله اصابه كبيره في اول بعد اول مباراه، وهو كان ممكن يبقى بيلعب لو الشناوي جرله مثلا، وحصل مع كاميرون ان مهاجم راس الحربه الاساسي جاله حاجه في مشكله في القلب ومشي، وفي حصلت مع ناس تانية ناس خدت طرد، يوسف عطال ظهير ايمن الجزائر من افضل او افضل ظهير ايمن في البطوله كلها، اخر ثلاث ماتشات اتصاب في كتفه وما لعبش المباريات الاخيره، واثر على فكره شويه على المنتخب الجزائري طبعا على فكره يعني زفان مهدي زفان مع احترامي الكامل يعني اقل منه في المستوى يعني، لكن هو يوسف عطال، فاذا البديل كان لازم يعني لا مهم جدا، فالنقطه مش في ال11 بس، فانا هقول لك بعض العناصر اللي انا قلتهم يمكن من قبل البطوله اللي بتبتدي. انا ذاكر يا كابتن بطوله كويس بس الله ما شاء الله بطولة افريقيا يعني. حضرتك كابتن بذاكر لما بشكل كويس قوي يا كابتن، يعني دي حاجه محترمه جدا الله يخليك. فمن قبل البطوله وناس كتيره بتقول على اسامي، اكيد هنختلف في واحد في اتنين، لكن كان في ناس كم لاعب يا كابتن ناس مثلاً. هقول لك اولا انا شايف ان احمد فتحي لعيب دولي خبرته كبيره، كان بيلعب في كاس العالم، بيدافع بشكل كويس قوي، كان لازم يبقى موجود من وجهه نظري فتحي كان ممكن جدا يبقى محمد هاني كمان، بس انا بتكلم نمره واحد احمد فتحي وهاني عبد الله جمعه تمام، لانه ادى موسم كويس قوي مع نادي الزمالك في سواء في الدوري او في بطوله في الكونفدراليه. عمرو السليه تمام، كهربا ورمضان صبحي تمام، هما دول اقرب ناس من وجهه نظري كان ممكن فرصه تصرف جمعه كده، خاصه انك انت مثلا في الاطراف لما كان تريزيجيه بيتعب ما كنتش بتلاقي حد تلعبه في الاطراف. طب فرصه صالح جمعه بما ان حضرتك راجل فني قاعد معايا والجمهور كان بيطالب، بس الجمهور حضرتك عارف الجمهور ليه اختياراته والفنيين ليهم اختياراتهم، حضرتك شايف ان كان صالح الفتره اللي لعب فيها تؤهله الى اللعب مع منتخب مصر؟ صالح طبعا لعيب كبير ولعيب مميز، ولكن الاستمراريه فرقه صح. الاستمراريه هي دي النقطه المهمه اللي لازم صالح يتابع فيها، انه لازم يلعب يعني باستمرار وبدنيا لازم يبقى اعلى من كده، لكن طبعا صالح لعيب كبير يعني، انت لو ضفت حد سادس ولا سابع يبقى صالح مع المجموعه دي، فنقطه الاستمراريه دي كانت مهمه. انا اتكلمت يمكن عشان عمرو بيلعب تملي، كهربا بيلعب، رمضان صبحي كان في معظم الماتشات، احمد فتحي وهاني، عبد الله جمعه، انا كنت اقول علي جبر كمان بس يمكن لانه كان بيلعب في كاس العالم صح، وسردباك مساك كويس وقلب دفاع كويس، ولكن يعني محمود علاء وباهر والونش طبعا مع حجازي اللي هو بيعتبر طبعا رقم واحد يعني يعتبروا جيدين يعني ما اقدرش تقول عليهم علي جبر ليه ما انضمش لمنتخب مصر؟ هل شايف ان علي جبر ممكن يكون من الاسامي اللي كانت ممكن تفيد منتخب مصر دفاعيا؟ طبعا طبعا شفنا واحد من اللعيبه المميزه جدا طبعا 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 عنده طول، لعب كاس عالم يا كابتن مع ما بقول لك عنده خبره دوليه ولعب كاس عالم، وكان هو وحجازي بيلعبوا اساسيين، عنده طول بيلعب قوي كويس وقوي طبعا، بس انا قلت لك يمكن المركز ده من وجهه نظري كان اقل مركز في مشاكل شويه يعني يعني احنا بنقول علي جبر بس ما تقدرش تقول محمود علاء وباهر والونش طبعا حجازي نمره واحد، بس انا بتكلم على دولت معاه ما تقدرش تقول هم قليلين، لكن كان في مشكله شويه في الاطراف، كان في مشكله شويه في الاجنحه، كان في مشكله شويه في نص الملعب، كانت يعني واضحه المراكز ناقصه فيها، مراكز ناقصه نص الملعب يا كابتن اسامه. والسؤال لحضرتك فنيا الكابتن اسامه عرابي، هل من المدرسه اللي دايما
بتعتمد على اللاعب اللي بيكون موجود في نادي كبير واسم كبير، وبالتالي لا يبالي في انه بيلعب اساسي ولا لا، ولا الكابتن اسامه ليه بالملعب. بمعنى عشان الكلام ما يبقاش مبهم، محمد النني موجود في ارسنال لكن عدد دقائقه قليله جدا 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 مع نادي ارسنال، لكن بنلاقيه مع اي مدير فني بيكون موجود اجنبي ان هو بيعتمد عليه، علشان بس ما نقولش اجاري، لكن كوبر كان بيلعب بمحمد النني واجاري ايضا كان بيلعب بمحمد النني. هل الكابتن اسامه عرابي هيكمل بنفس الفكر انه يلاعب محمد النني، ولا يقول محمد النني مش بيلعب وبالتالي بعيد عن المباريات، وبالتالي وجود لاعب اخر زي عمرو السولية او غيره في نص الملعب هيكون افضل لمنتخب مصر وافضل للمصلحه العامه؟ بص، احنا في مصر لسه ما وصلناش لعدد المحترفين الكبير اللي بيلعبوا في انديه كبيره. السنغال والجزائر مثلا كلهم، السنغال والجزائر وانديه والمغرب. كبيره المغرب كده، نيجيريا كده، كاميرون كده. فانت لما بيكون عندك عدد كبير قوي من الاسامي المحترفه فسهل تستبعد فلان وتقرب فلان وما تجيبش فلان وده يقعد احتياطي. لكن لما بيكون عدد المحترفين اللي عندك يتعدوا على اصابع الايد الواحده، واللي بيلعبوا في انديه كبيره ليها اسامي كبيره قوي عدد قليل، فصعب انك انت تقول هستبعد النني. لكن ممكن يعني هيبقى في الاختيار ال 23، يعني ما ينفعش انت عندك اربع لعيبه مثلا بيلعبوا في الدوري البريمير ليج بتاع البريمير ليج الانجليزي، الانجليزي اربع لعيبه ولا ثلاثه وتيجي تقول انا هستبعد. لا مش هستبعد، بس يكون موجود معايا، يكون موجود. لكن الحاله بقى الحاله، هل هو في حد متفوق عليه في بوضوح في الدوري المحلي؟ لا، يلعب في الدوري حتى واحنا شفناها مع جمال بالماضي في منتخب الجزائر، رياض محرز مكان بغداد بنجاح، وفي اسلام سليماني عايد له احتياطي على طول، في يوسف البليلي يعني لعيبه تقال محترفه في هو بيلعب في تونس في الترجي، وفي بغداد بنجاح بيلعب في قطر وكان بيلعب اساسي، وفي لعيبه في الدوري الاوروبي قاعدين. فهي الفكره انك انت لازم تشوف مين الافضل في الوقت ده، لكن استبعاد لانك العدد كمان ما عندكش انت 30 40 واحد محترف. محمد النني، هل كابتن اسامه يفضل؟ طبعا بكل احترام وكل ادب احنا بنتكلم بشكل عام، ونكن كل الاحترام والتقدير لكل اللعيبه، هل الكابتن اسامه عرابي شايف ان فنيا كان لابد من يعني تبديل محمد النني والاستعانه بلاعب اخر في نص الملعب بسبب موضوع اللعب وان محمد النني يكون موجود على مقاعد البدلاء، ولا كابتن اسامه عرابي شايف ان خبره محمد النني الدوليه والانجليزيه مع ارسنال حتى في عدد الدقائق القليله ده افضل للمنتخب الوطني؟ بص، انت هترجع للنقطه الاولى اللي انا قلت لك عليها، اتبنى عليها المشاكل كلها. الاختيار من الاول كان فيه بعض المشاكل اللي كتفتك، يعني خلتك محدد في تبديلاتك وتغييراتك من الاساس. ليه الاساس؟ دونجا لعيب كويس قوي وهيبقى من اللعيبه اللي ليها مستقبل في الكره المصريه ومع المنتخب، لكن خبرته الدوليه ضعيفه. وانت لما نيجي نشوف ماتش اللي هو نزل فيه في مباراه في توتر وقلق ومتعصب مش ممكن يكون انا بقول لك جمهور يا كابتن كمان ماشي. ما هو طبعا ما هي دي بقى ما انا بقول لك هي دي الخبره بقى. ما هو دي الخبره الدوليه. فانت الاختيار من الاول لو كنت خدت لعيبه عندها خبره اللعب في وسط الجماهير، لعيبه سواء كانت لعبت دولي قبل كده او لعيبه لعبت وسط الجماهير دي قبل كده، سواء من الاهلي سواء من الزمالك سواء من المصري مثلا لعبوا في بطولات الكونفدراليه وكده، ففي لعيبه لعبت في الجو ده، لكن ممكن خبره النني هتتفوق طبعا كتير عن واحد زي دونج. هنيجي للثالث اللي كان موجود، علي غزال، برضو خبرته الدوليه قليله ومستوى اللي بيلعب فيه النني اعلى. فانت حكمت نفسك، انت حكمت نفسك في الاساس ان طارق حامد والنني هم اللي بيبقوا بيلعبوا، يعني انت الاختيارات من الاول هي اللي حكمتك. اختياراتك من الاول هي اللي حكمتك.
طيب كابتن اسامه عربي، احنا كده اتكلمنا على المنتخب واتكلمنا على الاختيارات الفنيه واتكلمنا على البطوله بشكل عام، يتبقى الجزء الاهم، المدير الفني لمنتخب مصر. ازاي يتم اختيار المدير الفني لمنتخب مصر ولو لمره واحده في التاريخ او في اخر 20 سنه بما يرضي الله؟ ازاي يا كابتن اسامه نختار مدير فني اجنبي او مصري؟ يعني اجنبي انا شايف يا كابتن ان لازم نختار مدير فني يكون اسم، عايزين مدير فني قوي هندفع فلوس ومصري في نفس الوقت. فعايز اعرف راي حضرتك بما ان حضرتك واحد من نجوم مصر، واحد من نجوم النادي الاهلي، ما بيجيبوش اسم حضرتك ولا حضرتك بيتم ترشيح حضرتك بالخبرات اللي موجوده عند حضرتك، لا حتى في منتخبات ناشئين ولا منتخبات شباب ولا حتى في المنتخبات الاولى، مع ان حضرتك عندك سي في لاعب على اعلى مستوى، سي في مدير فني على اعلى مستوى. هنفضل يا كابتن في الموضوع ده لحد امتى؟ وازاي نختار بقى المدير الفني؟ النقطتين دول، نقطه الدوامه والاختيارات. اصل انت خلي بالك، انت ما بتختارش الشعب كله هو اللي بيختار، ده طبيعي انك انت في مسؤولين بيبقوا موجودين هم اللي بيختاروا. بناء على ايه؟ ما هي بناء على حاجات كتيرة، بناء على سي في، بناء على تاريخ لاعب ومدرب. ده اللي يحصل. ايوه، لكن انا ده بيحصل؟ لا، ما بيحصلش في كل وقت، بيحصل في بعض الاوقات. مام. وبالصدفة ممكن. تمام. او في بعض. لكن طبعا في حاجات وحاجات، يعني في حاجات وحاجات. فاللي انا اقصده طبيعة الحال في اي حتة، الناس اللي اختيرت من الجمعية العمومية في الاتحاد هم اللي يقدروا يختاروا. طب نظام هم يقدروا العمومية. يختاروا معاهم لجنة فنية، المفروض في لجنة فنية وهم أعضاء الاتحاد. ما طب نظام اختيار الجمعية العمومية، هل حضرتك موافق عليه ولا مضطرد؟ لا طبعا، لا ما أنا معترض، ما احنا من الأول ما بنقول كده، المفروض يبقوا الدوري الممتاز وعلى الأكثر، على الأكثر يبقى معاهم الدوري الدرجة الثانية، لأن كل ما العدد الأندية كتر، انت سويت، مع احترامي الكامل للانديه الصغيره او الانديه اللي هي مراكز الشباب صغيره جدا، ما تتساواش مع النادي الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي ولا الاتحاد ولا دي. عند ناس انديه بقى لها تاريخ وعندها جماهيريه عريضه وعندها 500 لعبه وملاعب، ما جيش تسويها لي مع احترامي، يعني مركز عنده ملعب يا دوب وما عندوش حتى تراك ومكتب صغير يعني اوضه وصاله ما في لا يعني بقول لك صح، هي اوضه وصاله، مع احترام الكامل ليهم. يبقى ليهم نظام تاني، لكن اختيار الجمعيه العموميه اللي بتختار اتحاد الكوره، لا المفروض تقتصر، المفروض تقتصر على الدوري الممتاز وعلى الاكثر يبقى انديه الدوري الممتاز به معاهم. يعني هي بتتكلم 16 في 3 48 وال 18 اللي فوق، يعني حاجه و60 نادي، انت دلوقتي معدي ال 200 تقريبا، فطبعا كتير جدا يعني. فاللي هيختار المدير الفني اكيد يعني عامه، انا بتكلم عامه في الجمعيه العموميه، قصدي اتحاد الكوره، اعضاء اتحاد الكوره ومعاهم اللجنه الفنيه، لحد بقى الفني اللي هم حاطينه في اللجنه الفنيه او لجنه فنيه هم عاملينها، هم بيختاروا بس. لكن مشكله بقى انه يبقى اسمه وطني او اجنبي، انا مش شايف ان دي المشكله الاولى حسن الاختيار سواء اجنبي او سواء وطني. بس كابتن الاجنبي الكويس لازم تدفع فيه لازم ياخد فلوس كتير، لازم تدفع فيه فلوس كتير. فاهم، خلاص انت كل بتقيم بقى كل الكلام ده، لكن كابتن انت كمسؤول في الاتحاد بتقيم بقى كل الكلام ده، بتحط السعر هل هو مناسب ليا ولا لا، الشخصيه مناسبه ليا ولا لا، السي في بتاعه مناسب ليا ولا لا، كل يعني تقييمه في كذا حاجه، شخصيته، فنياته، الفرق اللي مسكها، كذا كذا، بتقيم كل كلام، الناحيه الماديه، كل ده انت بتحطه في اعتبارك. هتقدر على مصاريفه ماشي، يعني مش هتقدر على مصاريفه. طيب يا كابتن، ما انا لو مش هقدر على مصاريفه واجيب مدير فني مع كامل الاحترام والتقدير، مدير فني درجه ثالثه او رابعه، زي ما احنا جبنا اجاري، زي ما احنا جبنا مع كامل الاحترام والتقدير اسامي قبليها، مش هقول مستر هيكتور كوبر عشان هو مستر هيكتور كوبر حقق اللي احنا كنا عايزينه، اللي هو وصيف بطوله افريقيه، كان ممكن ياخد البطوله الافريقيه ووصلها كاس عالم بعد حوالي 29 سنه او 28 سنه وانت ما وصلتش لبطوله كاس العالم. لكن
هنا بقى يا كابتن انت عايز ايه اصلا؟ يعني اتحاد الكوره انت عايز ايه؟ انت عايز تاخد امم افريقيا؟ عايز تبني جيل لمصر؟ لازم تجيب مدير فني يخطط ويجيب يختار الجهاز المعاون بالكامل معاه، ما تجيش تفرض عليه اسامي، ما تجيش تفرض عليه ناس تكون موجوده معاه لمجرد ان انت عايز ترضي اطراف اخرى. فهل حضرتك شايف ان ده يعني هل ده كلام عقلاني فعلا، ولا كابتن الاختيار العشوائي بسبب الميزانيه؟ انا عندي مليون فاجيب مدير فني مليون. طب انا عايز ايه يا كابتن اسامه من اصلا من المنتخب؟ فهل ده كابتن بيفرق في الاختيارات، ولا الاختيارات بتكون عشوائيه؟ لا ما هو ما انا بقول لك، انت نمره واحد بتقيمها السي في بتاعه، تاريخه التدريبي، في عمل ايه في الانديه اللي مسكها او المنتخبات اللي مسكها، بتيجي تحط الرقم اللي هو بياخده في الاعتبار. وانت في دوله مثلا زي مدغشقر ولا بنين ولا الفرق الصغيره دي او الدول الصغيره دي، هتجيب مدير فني مثلا ب 60 70 الف يورو؟ لا بيجيبه ب 20 و15 25. فخلاص، فكل دوله حسب ظروفها وحسب تقييمها وحسب مكاسب الاتحاد، هل هو بيكسب ودخله كبير ولا لا. فكل النقط دي انت بتحطها مع النواحي الفنيه اللي هي اساس الاختيار الاول، قبل ما بتحط السعر ده بتحطه، بعد كده بتشوف بقى تقييمه. وفي ناس بتاخد اسعار على فكره مش عاليه قوي ومدربين جيدين، بس هو بقى كيفيه الاختيار او الناس اللي بتختار. يعني جه وطني، في ناس وطنيين كويسين وربنا يوفق اي حد يقع على الاختيار. طبعا يا كابتن اسامه الوقت بيجري معاك بسرعه جدا، انا عايز كنت اخش في الحته المصريه والدوري المصري سريعا جدا جدا. الزمالك بيتعادل مع الجونه 2-2، وبيتسع الفارق ما بينه وبين النادي الاهلي 69 نقطه، نادي الزمالك، النادي الاهلي 74 نقطه. النادي الاهلي عنده مباراه يوم الاربعاء مع المقاولون العرب، هل حضرتك شايف المباراه تبقى عامله ازاي؟ وهل النادي الاهلي بعون الله باذن الله قادر على حسم البطوله في مباراه المقاولين العرب؟ يعني هو طبعا بالنسبه لي مفاجاه تعادل الزمالك مع الجونه، انا كنت متوقع الزمالك يكسب، لكن هو سهل الامور اكتر لفرقه النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل معسكر وعنده دلوقتي دوافع، هو خسر البطوله بطوله افريقيا واول بطوله يقدر يحققها قبل كاس مصر هو الدوري العام، فلو كسب المقاولين العرب هيحسم البطوله قبل لقاء الزمالك وقبل لقاء الزمالك والاسماعيلي، فالدوافع هتزيد جدا عند اللعيبه، واعتقد ان هم قادرين انه يكسبوا فرقه المقاولين العرب، رغم انه فرقه المقاولين العرب فرقه جيده وعماد ماشي معاهم كويس وفرقه كويسه، ولكن اعتقد الدوافع اللي عند لعيبه النادي الاهلي أكبر. هتبقى اكبر بكتير جدا. يعني نادي المقاولين العرب نادي خلاص مستقر، ترتيبه مش هيتغير لو كسب او خسر، هو بيلعب مباراه شرفيه. النادي الاهلي هو اللي الكره في ملعبه، يعني هو اللي المفروض ان شاء الله يحسم اللقاء قبل ما يخش في مهاترات بقى المباراه الاخيره بتاعت الزمالك والاهلي، ان دي مباراه مش مضمونه مهما كانت قوه الفريقين ما بتضمنهاش. فالموضوع المفروض انه تسهل على فرقه النادي الاهلي، واعتقد ان شاء الله الجهاز واللعيبه يقدروا يحسموا اللقاء يوم الاربعاء. يعني كابتن اسامه، هل حضرتك شايف ان يعني طبعا دايما نتكلم على الاهلي مش بنتكلم على الفريق المنافس، لكن لازم نشير الى نقطه برضو عايز اخد راي حضرتك فيها، هل حضرتك شايف انتقال احمد علي الى بيراميدز وعدم الاستعانه بطاهر محمد طارق في المباراه، وان المقاولين العرب بعد عن المركز الرابع، ده بيقلل ايضا الدوافع لدى نادي المقاولين العرب وبيعزز موقف النادي الاهلي كمان، ان النادي الاهلي كمان دور الاول خسر من المقاولين وبالتالي عنده دافع تاني اكبر وهو رد الاعتبار بالنسبه لنادي الاهلي. هل حضرتك شايف ان دي دوافع ايجابيه بالنسبه للاهلي ولا؟ بص، كل دي قلت لك دوافع المفروض تبقى اكبر عند النادي الاهلي. دوافع المقاولين في حاجتين، طبيعي اي مدير فني بيحب يثبت نفسه بالذات قدام النادي الاهلي. انا مع الانتاج الحربي كنت بحاول وتعادلت يمكن مباراه منهم مع النادي الاهلي، مع اسوان، مع طنطا، تبقى يوم سعيد بالنسبه لك انك انت عايز تلعب قدام فرقه كبيره زي النادي الاهلي كمدير فني، عايز تثبت نفسك، فده اكيد دافع كبير عند عماد. برضو اللعيبه طبيعه الحال
لعيبه الانديه الاخرى بيحبوا في مباراه الاهلي حتى من غير المدير الفني ما بيوجه، هو كل واحد بيبقى مركز قوي في مباراه الاهلي والزمالك، لان هي المباراه الشعبيه بتبقى الناس بتتفرج عليه اكتر، بيبقى هو سعيد بانه يلعب، فعندهم دوافع حتى لو شخصيه انه يثبت ان هو لعيب كبير حتى مع الفرق الكبيره، حد عينه تقع عليه يختاره، اهله اللي بيتفرجوا عليه واصحابه بتاع بيتفرجوا اكتر في مباراه الاهلي والزمالك، كل دي دوافع عندهم، ولكن دوافع النادي الاهلي للبطوله وان هو يحسم البطوله قبل لقاء الزمالك، وكل دي الدوافع دي اكبر من الدوافع اللي المفروض تبقى عند لعيبه المقاولين العرب. يعني كابتن حسام عربي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا دايما يا كابتن، بتمتعني بارائك الفنيه المحترمه يا كابتن. الله يخليك، متشكر لك يا عم. شكرا كابتن حسام. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه مع نجم نادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن حسام عربي، نشوفكم دايما على الف مليون خير في حلقه جديده من حلقات الاهلي الليله، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.